الو الو تست تست تست. السلام عليكم، ورجعنا لكم مع بث الانمي الاسبوعي اللي يجيكم كل اسبوع يوم الثلاثاء. اهلا وسهلا بكم مع اسبوع حافل والله حافل 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 من واصل ونورمان. دخل نورمان فل فيل ساقا، فيل ونومن، فيل الزمن، فيل ومس نبالات، فيل الولد الصغير، اثنين نفس الشيء، لا ذا الولد الكيوت، اثنين محرموا بعض ما لقوها، واثنين هم كملوا. طيب، أهلا وسهلا بكم يا شباب في بث المانجا الأسبوعي، مانجا الزمن، أهلا وسهلا بكم في بث الأنمي الأسبوعي. اللي يجي كل اسبوع صراحه شرفتونا ونورتونا جميعا. احنا طبعا بنبدا الحين في تقييمات الانمي حق هذا الاسبوع اول شيء، ونبدا من عندك يا راشد على ما يقوم يصلح الكاميرا. عدله اوكي 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 تفضل راشد. طيب انا راح اقول المركز الاول كينغدوم، المركز الثاني بوروتو، المركز الثالث بوكو نو هيرو، بس حلو. المركز الرابع، الرابع راح اقول داي شجاع، لا الرابع ون بيس، الخامس داي شجاع. ممتاز حلو. حمد النعامي، الاول كينغدوم يستاهل، الثاني بوتو، الثالث سلايم، الرابع ديث ماتش5 5 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
والخامس راح احط اللي هو ون بيس. طيب ترتيبي انا بالنسبه لي انا الاول كينغدوم ثم كينغدوم ثم كينغدوم، ثالث اسبوع التوالي والرابع اسبوع التوالي ما شاء الله كسر ام الدنيا واكتسح الحلقه بيكمل لين ينتهي السيزون خلاص ان شاء الله. الثاني بوكو هيرو اكاديميا بكاني في اللايف صراحه. الثالث سلايم، الرابع ون بيس، الخامس ده شجاع. طيب شجاع يعني مش متابع احمد بارتو. عندك تعال كينغدوم هذا يعتبر من اقوى اوقات الانمي مع حب الماين فود طبيعي صحيح. فلين يخلص السيزون هذا بتشوف كينغدوم شعل الفوق دائما فوقي. سام احمد انا صراحه يعني محتار في الترتيب ما ادري صراحه ايش المركز الاول بالنسبه لي، لكن شوف ان سلايم يستحق المركز الاول هذا الاسبوع، بوروتو المركز الثاني، كينغدوم مش متابع كينغدوم كله متابع ما وقف خمس حلقات وقف تابعها رجال شيك انت يعني يصير هيك متفقياك. لا والله على بالي انه موقف والله لا شايف وهذا وجهة نظره هذا وجهة نظره. تمام تفضل تفضل. المركز الثالث كينغدوم، المركز الرابع بوكو نو هيرو اكاديميا، المركز الخامس ون بيس. الله الله عبد الباري مو اللي مو شايف الانمي. لا يا حبيبي شايف. اول شيء صراحه بوكو نو هيرو الاولى وبلا منازع بالنسبه لك انت. بوكو نو هيرو حلقه عظيمه. هو يا كينغدوم كذا طلع الكاتب ذا كوهي والله العظيم انه مجنون قسم بالله شارب كوفي والله انه شارب كوهي. بوكو نو هيرو الاولى وبلا منازع، هم من يجي كينغدوم، هم من يجي ون بيس بس. هنا قصة قائمة. إيه أنا ثلاثة كف. أنا ثلاثة أنتم خمسة أنا عندي توب ثري. كف ووقف. إيه لأنه أنا قائمتي كثيرة فلو أدخل داي. ثلاثة والله. طيب نبي ندخل على طول في ون بيس حلقة اليوم. تفضل يا محمد. حلقة الأسبوع قصدك. يعني أقصد يعني. حلقة اليوم هي يوم الأحد. معلش. طبعاً النقاش للأسف ما تسجل، صارت له مشكلة هذا في كثير كلموا قال إحنا مسجلين أنت قلت له خلاص عدى يعني ما ما يهم. بالنسبة لي صراحة
قلت انا اذا احذف 50% من الحلقه اعطي الحلقه 10 من 10 مع وجود ال 50% اللي كان فيها الاتشي واللي كان فيها الفلوات اللي ما حبيتها هذا اللي نزل الحلقه عندي الى 7 تقريبا من 10 بسبب هالاشياء دي. لكن صراحه خلونا نركز على الاشياء المهمه في الحلقه اللي جات. اول شيء تاكيد شيء ما اكدته يعني انا في انطباع اللي هو مستخدم الزون هك التصلب مو دائما يفيد معه. هو قتال لوفي اولتي اكبر دليل. هذا وجهه نظري للتحليل لما قريت وبحثت في الزون. مو من نقاط ضعفها الهاكي الزون، بالعكس تزيد قدرته الجسديه بشكل غير طبيعي اذا هو متدرب بعد ومقاتل تزيد. فهذا تاكدت في الحلقه لوفي بفجاه بهاكي التصلب اولتي مخت راسه لمخ لين قالت بس. فانا اشوف ان هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه اوتشي الحقير اللي سحب مومونسكي وفضح كل شيء بس عشان يشوفوني ان انا على حق. يعني هذه يمكن اكثر شيئين يغبنون في الحلقه وعاد الباقي كله فله. طيب تفضل يا احمد خلينا نسمع رايك. الحلقه مجملا يعني جميله والاضافات للاستوديو جميله ايضا. ما اقدر اتكلم كثير عن الحلقه لكن الحلقه كمجمل رائعه صراحه. ما في تفاصيل اتكلم عنها ما في ابدا. زعزع حلقه عاديه جدا جدا. ما بس صراحه اشياء واجد يعني حتى ما كشف اي شيء ولا ذا. بس طلع ايس بس ايش اسمه الشيء اللي انتظره ولد كايد وهو ايس بس. يعني بس هذا الشيء الوحيد فقط. الباقي ضحك وما ادري ايش خرابيط فقط يعني. واشد انا نو كومنت ما عندي شيء. ماجد اوكي انا عندي كومنت بسيط وجميل. ايش اسمه صراحه الشيء الايجابي انه رغم ان مومونوسكي حاليا مصلوب معلق بس انه ورانا الكاتب ان الساموراي وصلوا في الساحه. هذا اشوفه صراحه شيء جدا جدا ايجابي وتطور في الاحداث. الكاتب قاعد يمشي في الاحداث. نعم عفوا الاستديو قاعد يمشي في الاحداث. نعم في تمطيط. نعم في زي كذا بس برضو يحسب الاستديو اللقطه الاخراجيه مره اخرى صراحه. مشهد البيج مام ويطلع الارواح كان طبعا نسيت اقول ذا الشيء وقت الرياكشن. فعليا الارواح ذي كلها موجوده في التراث الياباني. المظله هذه اللي زي الروح اللانتر هذه الاناره اللي زي الروح كلها هذه اشياء موجوده في التراث الياباني والكاتب وظفها يعني في الاساطير حقتهم. يعني شفت اللي عندنا احنا مستعف الليف وعندهم شتريه ام الامبريلا ام الامبريلا عندهم يروعون بعيالها. ف زي ما ورانا في حدث البيج مام كيف ان البيج مام اول ظهور لها كانت ترقص مع الزهور ترقص مع كذا كانوا يغنون معاها مسكوا. لا هنا وراك رعبها. فاللقطه الاخراجيه دي كانت مره 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 جميله عجبتني صراحه. لان في المانجا ما ظهر بالاخراج كذا جوها بس في فريم واحد وجنبها كل ذا الارواح اللي انقذتهم عشان بس كذا تسد. بالنسبه لي انا بخلي باقي سامخ. طيب ما مشكله. انا عندي بس يمكن نقطتين. الاولى اضافه سيئه والثانيه اضافه ممتازه. الاضافه السيئه اللي يعني اول شيء اللي كان سيء في الحلقه بالنسبه لي فقط هو الشيء الوحيد اللي انا اشوفه سيء. اما البقيه انا عجبت فيه هي انه بعد ما اضافوا الحلقه الاسبوع الماضي انه في لف ودوران اضافه كوميديه الاسبوع هذا كانها ما صارت. ايوه مسحوها تماما. هذا الشيء كان بالنسبه لي سيء جدا. طيب انت اضفت ذيك خلاص يا اخي شغل مخك شوي كنسل ذي سو كذا ترتيب انه كنا صار خلاص اي جزء ذا مو بتجيبي مسحه. يعني جابوا لي تشبر نفس الشيء رجع من ذا وذا. طيب واللي صار الحلقه الماضي وش وراح اختفى تبخر. هذا الشيء سيء كان بالنسبه لي. اشوفه كان سيء. انا ماني ضد الاضافه بس اذا سويت اضافه التزم فيها. انا هذا الشيء انا ابراهيم بس انا فعليا ما فهمت. انا بذكرك اسبوع حلقة الماضي اسبوع الماضي جابوا تشبر ينحاش مع اسب من بيج مام ودخلوا في ساحة وقاموا يلفلفون والبيج مام تلحقهم بصواريخ وفي ناس يطاردون معهم. هذه كانت كلها اضافة ما كانت موجودة في المايك.
انا الاضافه هذه الاسبوع الماضي انا مدحتها، قلت انها جميله واستمتعت فيها، ما كنت ضدها، كانت مره حلوه واستمتعت فيها. الاسبوع هذا رجعوا ولا كانها في مقطع من على الجسر، رجعوا من عند الجسر مره ثانيه وانقزت كذا مدرعه وترجع، ولا كانهم راحوا لفوا الاسبوع الماضي وراح يمين يسار وفوق وكذا، ولا كان المشهد موجود. طيب انت ضفت الاسبوع الماضي، تجي الاسبوع هذا تحذف المشهد ليش؟ ولا كانه صار يعني كلش. فانت يا انك ما تضيفها خير شر، او انك لضفت تتمسك وتلتزم بالاضافه وترسم المشهد بطريقه او باخرى انه صار هناك القتال في مكان ثاني مو هنا ترجع نفس المشهد. هذه اضافه سيئه بالنسبه لي. الاضافات الجميله اللي شفت في هذه الحلقه، اضافه قتال زورو كان مره رهيب استمتعت فيه، اضافه قتال زورو وياماتو كان قتالهم مره حلو، في اضافات يعني ياماتو لوفي كان مره حلو استمتعت فيه مره، في اضافات بسيطه هنا وهنا كانت مره حلوه وما حسيت فيها. بس انا كان عندي التعليق اللي ما عجبني هو هذا الشغله الوحيده، بس تمنيت انه يعني اذا ضفت شيء التزم فيه بس. وكما يقولون لولا تعدد الاذواق لبارت السلع. انا اختلف معاكم في اشياء واتفق في اشياء. اول شيء اختلف في مبدا ان الاضافات كانت جميله زي ما يقول اخوي احمد. انا وجهه نظري انا يعني طبعا عشان كذا اقول لكم تعدد الاذواق لبارت السلع، انا ما اشوف اضافه البيج مام الاولى ما اشوفها جميله. انا رايي منه ابراهيم فيها ان ليش رجعني من على الجسر، كملت من قدام. ثاني شيء عندك اقوى محتوى كوميدي البيج مام واسوب، والله ما يا اخي يعني اسوب قدام مونت وقدام مدري منه وجهه يا رجل صالحت بيكاسو قدام البيج مام، سواء من بمدارعه فرانكي البيج مام بلق عيونها وتعطيك لايف او ديث مدري ديث تيت او ديث وبتطلع لك عجله الموت ولا كأسب ولا نهز. أنا ضحكت عليك محمد تقول هذه فيلر، هذه فيلر لأنه ما نهز مفهوم مستحيل أسب يقول سأؤمن بالمدارعة يا رجل. أنت لوفي ما آمنت فيه في مثل هالمواقف تنحاش يقول بحميك من الخلف قدام البيج مام يقول مو منطق يعني، كان قدامك محتوى جبار والله تخلي أسب يذب على البيج مام ذب يا رجل، والله تخليها تلاحق يقول انت خشمك احطه في الكتاب، خشمك الحال اشيله واحطه في الكتاب حقي ما ابيك، كنت بتسوي محتوى قاسي تلاحق تشبه وقول انت هربت مني في الجزيره هنا ما تهرب مني. لكن هنا اللي مخوفني، تدرون ليش الاستوديو ما حرق كروت تشبه واسب الكوميديه؟ لانه راح تستغل في هالحدث مثل ما استغلت في مع شوغر وقبلها مع ذيك في لها استغلال هنا بيرونا وشقب في لها استغلال في الحدث. أسب الكاتب ناوي يستغلها وقال لو سمحت واخو عن خشم أبي، قال خشم أسب لا تحرقون الكاتب حقه أنا بحتاجه قدام، صدقوني أراهنكم عليها خشم أسب بيكون لحدث دور هالحدث خشم أسب ذكوها. الإضافة الجميله اللي هي زي ما قال ماجد الارواح، طبعا احنا شفنا الارواح في جزيره البيج مام اللي هي قاعده توزعها على الورود وكذا، وشفنا على درجه سخيفه درجه يمكن لوفي يدوسها دوس. فليش انا اقول هنا هي مخيفه؟ لان هناك كانت تاخذ من الناس والبيج مام توزعها، لكن هنا هي طلعتهم من روحها، ما في احد خذت منها ارواح صحيح، فهي طلعت من روحها مثلهم مثل بريميثيوس مثل نابليون، احنا عندنا اثنين ما احنا مقادرين عليهم، هذه طلعت سته وهذه سبعه. لو انها ماخذة ارواح ناس وموزعتها كان قلت لك يلا هذا من ارواح الناس اللي اخذتها ووزعتها بيطلعون جنود سخيفين، لكن انا اعتقد انهم المفروض يكونون مرعبين لان ما في احد خذت من روحه البيج مام، فهذا الرعب. اختلف مع زعزع لما قال حلقة عادية، لا والله الحلقة النارية ما كان فيها مشهد اللي هو ايس، بس لا مشهد زو مشهد اوتشي مشهد قتال لوفي و مو بولتي جسم لوفي اولتي مع ياماتو، لا اللي مع اولتي بيجوان. لا يوم يمكن بيجوان الحلقه اللي فاتت. لا سي 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 اذا المشهد ايس مشهد ايس. طبعا انتهى التصويت باتصال لانمي كينغدوم 58% وسلايم 42% على انمي الاسبوع. المركز الثاني سلايم. من المركز الاول؟ كينغدوم. والله يستحق ما اقدر. اي واحد فيهم ياخذ الاول ما الوم. ما راح ازعل من الثاني، نعم بالضبط. يقول لك ايش رايك في اضافه الدم الابيض اللي سووه؟ اي ايوه انا تضايقت الحين.
هذه كنت ابي اعرفها، قلت اذا كان الدم ابيض بكون حاجه قذره جدا منهم، يعني قمه القذاره الوسخ، يعني اذا انت خايف على سلامتي البصريه خش نوب ومو بتخش الدم. انا والله حسبت كيهوتي جاء، حسبت خيوط والله. والله انا قلت يمكن ان تاثير الشوشاو البيض اللي في سيف، قلت هذا اميتي الوحيد انه يكون تاثير الشوشاو السيف اللي في البيض. للاسف دم. دم المشكله ان المشهد فيلر، يعني انت ضايف فيلر. خايفين على سلامتنا من الدم، مو خايفين من شينوبو. ما عندي سؤال، انا مضايق صراحه. انا مضايق. اليابانيين الايتشي عندهم عادي، بس الدم لا. لا لا شوف 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 شوف، هي عفن عفن عفنت بالدنيا، وعفنت حتى بذوق الرسام، وحتى بالدم نفسه عفنت بالدم كبرى. ايه فعليا انا والله ضايقتني الاضافه، يعني هي الاضافه جميله وقتال زورو جميل وصد الرصاص جميل وكل شيء كان جميل، ولكن انك تحول الدم ابيض خط احمر بالقلم كذا غبار يا رجال. طلعوا زهور زي ذاك اليوم، زهور راضين بالزهور راضين صحيح. نوري في احدث شو اسمه اللي هو شو اسمه من هذه الماء الناضجه التي تلاحقنا شباب. اليوم ذكرت شنوب محمد بتال تتعاطس شفت اللعنه حقته العفن حقه عفنا حتى خشمي عفنت فيه. طيب اظن ان هذا بنخلص ون بيس ننتقل الى كينغدوم ولا لسه قبل ننتقل انا بس هو هل في تغيير في مواعيد عرض ون بيس؟ لا للأسف لا إلى الآن في احتمال حتى لو في احتمال هو عرضه حاليا ثابت. إيه بس التغريدة التغريدة اللي طلعتنا إلى خمس حلقات قدام، ولا أدري سميتها تغريدة ليش ناس مطبلة لها التغريدة إنها شيء جبار، إن أربع حلقات قدام ما حسيت غير بوقت العرض ليش؟ لأن يعني حلقة ألف احتمال تتقدم على موعدها، لأن راح يكون في زي مسابقة جري ماراثون راح ينقل التلفزيون نفس اللي ينقل، فممكن تتقدم أسبوع. لا ما تتقدم، انا على فتره حياتي مع ون بيس اكثر الحين من 10 سنين لجمع، صرت احفظ يوم الماراثون النسائي اكثر من الحريم. احفظهم واحد يوم في شهر بدايه اكتوبر وجولدن ويك في شهر ديسمبر، هاليومين علي لعنه 10 سنين. وما يبون يأجلون الحلقه، هم ما يبون يأجلون عرض الحلقه، فقال لو خلاص راح يتم الماراثون راح تتقدم وممكن تتقدم حتى يوم عن العرض، لان ما راح تنعرض نفس الاسبوع لو صار ماراثون. ثلاث ايام في تاريخ اليابان بتوقف عرض ون بيس، وقف عرض في واحد كاره ون بيس، حيوان كوري ما يبقى اي اسمه، ما يطلق صواريخ الا يوم حلقه ون بيس. وله يوم في السنه كذا يعرف متى يطلق يهدد يهدد ما لا ما يطلق الا يوم الاحد عنده الاستوديو يقول لا 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 اجل يا ابد ها نمطط الحلقة لا وقفوا أي يوم اليوم الفلاني لا 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 بيجيكم شيء منكم زي كذا. وعندنا الجولدن ويك هذا شهر 12 وكريسمس أحيان وأحيان يعتمد إذا صادف أحد كريسمس يأجلون إذا صادف ذا لا ما يأجلون، لكن جولدن ويك والماراثون سواء صادف ما صادف بيوقف بيوقف أساس ما ثم يسوون أيوة لا أحد كانوا يدورون أي شيء، بس ترى هذا ماراثون مو ترى الماراثون سووه قبل هذا حدث ثاني. لا ماراثون نسائي هذا اخر سنه كلهم مع بعض يحطونهم يقربونهم من بعض. التغريده اللي قريتها لا راح يتقد لو اثبتوا بيسوونه. انتظر يا خبر اليوم فلوس بكره ببلاش. انا عايز سؤالي انت تبون فيها بس سؤال ناخذ بعد اقرا يلا ما اقدر يقول لك ريتس الاسود زيتس الاسود الاعظم واجد يستاهل وحده ريمي هاكي حبيبي تستاهل يا سهل تعطيني محكي انا اسفك بهولا شلون يعني كنا بس قلت كسي بس قال لك يلا يلا حبيبي يعطيك العافيه شكرا لك على الدعم. ترى محمد الحلقه اللي كان يقول لكم هي طلعت دايمي هكي قال وايمي مش لا قال دايمي هكي قال وايمي رجعت سمعت لا قال انا راشد دايمي سمعتها عشان انا ما ادي الصوت ولا انا سمعت لفظه رايمي هكي ما ادري انا سمعته قال anyway anyway مو مهم انا اقول انه قال رايمي انا برضو كذا كذا anyway طيب لان حتى اولتي بعد ما ضربت قالت شو اسمه شو الجمله ما اقول فشل لا قالت انه على اساس انه سواها مثل على كل على كل نكتفي على القدر من ون بيس ونروح حق لا ليش نكتفي؟ أو صح كلكم منقوية.
توقعي اذا تبي نظريه تعطيك نظريه توقعي توقعك الناس تتوقع ينقذ مومونسكي هيوغو ولا جيمبي ولا هوب اتوقع بالحالي صح انا بقى مومونسكي راح يكون اوبن اوبن هي الاجدى بانقاذ مومونسكي خاصة الجانب العاطفي عندها مع مومونسكي وحقدها على أوتشي اللي كان يستغلهم كجيشة والمعاناة اللي هي شافتها وقت ما كانت جيشة بيخلي روبن قريبة فأنا أرى الأقدر أنها تفك طال تقدر تطلع يدينها وتفك الخيوط حقت مومونسكي ممكن واحد يلقطة أو كده بس روبن هي الأقدر على تحرير مومونسكي هذا وجهة نظر اللي بيصير في الحلقات الجاية هيوغو عدو دانجو جايين طبعا هيوغو افترق عن دانجو فما ادري كيف بيوصلون بالنسبه لهم بس عندي تساؤلات كثيره بس بيجيني النوم اذا كملت اسالها من من صوت الصرصور اللي يطلع شباب يعني كنسل فقط ون بيس يعني ولا لا ابدا لا والله شوف ايش اسوي يعني اطلع الوليه ولا اتابع مانجا ولا ايش اسوي لاهلكم هذا شوف 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 احنا نقدر نتكلم بالحاجات اللي نقدر نتكلم فيها اما الحاجات ما نقدر نتكلم فيها احنا ما نقدر نتكلم فيها جزاك الله خير هذه حكمه دي جديده عشان كذا احنا ما نقدر نتكلم فيها لان هي حاجات ما تصلح تتكلم فيها الله محمد يقدر يتكلم فيها لكن احنا ما نقدر نتكلم فيها تكلمنا في الحاجات اللي نقدر نتكلم فيها اللي هي الاستوديو الاضافات ايش اللي عجبني في الحلقه ايش اللي ما عجبني في الحلقه الحمد لله طيب المتابعين عندكم اسئله عن ون بيس يهديكم الله يصلح بالكم هل سيمتلك لان عفن سانجي ذبحني خلاص الحكي الملكي يا محمد ايه سانجي لابد ان يمتلك الحكي الملكي وليس هل سيمتلك لابد ان يمتلك الطفوله اللي ما فيها على ثلاث مراحل المرحله الاولى التنمر اللي صار له مع أهله المرحلة الثانية مرحلة الهرب وصنع نفسه من جديد المرحلة الثالثة اللي صار له مع الزف وفي الجزيرة فثلاث أشياء هذه صنعت داخل عزيمة نارية أيضا أن هدفه مو بس أنه يشوف يبي يشوف شيء الكل يكذب فيه الكل يشوفه مستحيل حلم صعب الحلم هذا عشان توصل إلى لاف تيل مع لوفي لابد أن يكون عندك هكي ملكي مش بالسهولة انك توصل الى لافتيل انت مويت بهالعذاب مش مجرد واحد يبي يطبخ لا امير الجيمة هذا امير الجيمة اللي راح يثبت لجيش الجيمة انه هو الافضل منهم وليس بالتجربة الفاشلة بل التجربة الناجحة ايضا سيثبت لزف انه تضحيتك بقدمك من اجلي كانت فعلا لهدف سيطبخ عنده امال كثيرة فاذا شخص بهالامال والحلم الكبير ما يوصل الى الهك الملكي ذن مصيبة اني اشوف عن شخصيات اسخف منه وما كان عندها حلم مثل حلمه يعني شينجاو المثلث عنده هكي ملكي وهذا ما عنده هكي ملكي عيب والله صدقني انه ياخذ فلوس على كتمه نضرب فيه المثال كان حينه اغنى اغنياء العالم شينجاو اكثر واحد نضرب فيه مثال على هكي ملكي وسيء لا صحيح يعني شينجاو قال مو بشيء يعني مبالغ فيه انك عندك هكي ملكي ما عندك هكي ملكي اي من الملوك انت فسانجي لا بيكون من الملوك الأسطوريين بعد لأن أمير بحد ذاته أمير يعني هذا شيء الحالة شهادة له فيها سؤال محمد هل تتوقع أن كولدا يعطي دور قوي حق سانجي في هذا الأرك؟ في الأرك هذا والله كنت مراهن أنه بيكون سانجي دور قوي لكن والله يوم شفته راح يدور البنات أسفل فطري هالفطري عادي هلي عادي بس ما يمنع ترى زو ضاع في البدايه راح يدور الخمر هذا الحين جا دوره يضيع يدور البنات مثل ما زو استعف هذا بيستعف صدقوني بيرجع مير جيما بيوريكم من يكون لازال عندي امل فيه لبس رميت طيب عندكم سؤال ابو تويتش. ابوك لا. لا ابوكم ابو طاقم ملك تبن ذا واحد سكير عربيد واحد زيو نساء واحد حراميه ودكتورهم تيس مندي شو الطاقم والملاح سميت والملاح ميت والملاح سميتشا لما يدف البحر والموسيقى وزومبي لا سواق سواق سميتشا مش ملاح والسواق سميتشا يلا شو الطاقم الوسخ صيج وواحد سكواب فانكي جي تفكر فيها والقناص حقهم خشمه اطول من نبالته كذاب وكذاب وخواف
سؤال جميل لكم كلكم اللي بيجاوب عادي. يقول لك هل الهاك الملكي شيء تولد به انت ولا تحصل له عليه بالتدريب والقوة؟ تم تجاوب على السؤال ده في القصة. قالوا لا يا تنولد فيه ما تقدر تحصل عليه. ما تقدر تتمرن. قال تقدر تتدرب وتطور هاك التنبؤ وهاك التصلب. ولكن ريلي قال ذا الكلام ده من غلطان. ولكن الهاك الملكي يا تنولد فيه ما عندك خلاص. السلام عليكم. بس طبعا مو شرط انه متفعل عندك من اول ما تنولد يعني. ايوه يا سلام. عشان تكون الصورة واضحة يعني أي شخص يعني قاله هاكي ملكي هذا من ولادته هو عنده بس هو توه يطلع توه أيوة. يكتشف انه هو عنده والله انك طلع عقبال ما يكون عندنا هاكي ملكي. احنا عندنا بس ما طلعنا على الشوز. انا عندي نن هاكي ملكي خلي لك. فك يقول عندي سواحل. لا طيب خلصت الأسئلة؟ اي تخيل خلاص خلاص يلا نروح الأنمي اللي بعده كينجودوم. الأنمي كينجودوم بعده ان شاء الله بعدين بروح سلايم على طول. ف الحين كينجدوم وكينجدوم والله اول مره انغبن من كيوتن. من بديت اتابع كينجدوم هذه اول مره انغبن من كيوتن مع ان انا هي من غبنه من نفسه. قاري الحدث هذا مانجا كنت قاريه ناسي هالموقف تماما منفجع لدرجه كنت اظنه فلا. قاعد اسال ابراهيم متى طلعت هذه متى تعرفت عليها مستحيل كيوتن تسوي الغلطه هذه. كيوتن ارتكبت اكبر حماقه واكبر جريمه. ترى هذه اللي سوته كيوتن يعتبر جريمه عسكريه المفروض تحاكم عليها. اول شيء تخطيط الخطا اللي ممكن يخلينا نخسر في المعركه بسبب ان تنخدعني نمشيها لك لكن تحين تنقذين قائده الجيش. والله ترى هذه تخضع لمحاكمه عسكريه المفروض بس تحمد ربها انها عند ايسي وشين. تدون هذه لو كانت لما سوتها الحركه كانت عند واحد زي موبو ولا زي انا على طول انا سويتها قدام موبو. ايه معاهم تنحقها. ايه تنحقها والله باكج شلوت بس قتل الحق. موبو بقولها انت ضحي ضحي عشان عشان دولة تشين يرميها هي. ايه والله يعني فوق البلاوي عندنا وقاعدة تنقذينها طيب. احقاقا الحق حرك علمه بالكاتب انه خلى كاني نفسه ما تقتلها قبل. كاني كانت بتقتلها ترى قال لها الجندي ايه انا اذكر اللقطه دي اقتليها خلاص هذه قدام جت الاستراتيجيه حقتها ولا قتلها بضعفهم. قالت لا بناخذها رهينه نبي ننقذها. نزولها غلط من الاساس. هي نزلت مجبره لان ديني وذاك سقطوا بعد ما نتفهم فتوي الكلب بسرعتها الضابط السريع فاضطرت تنزل عشان تغطي النقص ان اثنين القاده سقطوا ف قاعدة توجههم تساعدهم. فجأة ذي شفتها استهدفتها والحقيرة بعد عصبت قال بعد تطلقين علي سهم ايش تبي تسوي انت عدوتها. طلقت علي سهم ما بيقدر سهم بيخدش بيطيحش بس لي. انا والله حلقة قبلها مقاتل معلقونا ايه لما قال كيوكاي وقف تقطعوا غبنا ليش التعليق الخايس ذي انا لا اذكر فادري انا اذكر بس عرفت لما تشوفها تتحرك تنغبن ليش وقفت في اللحظة ليش بعدين جابك تكملتها. انا استمتعت صراحه لاني ما افتكر ترى اي زي محمد ما شاء الله شلون يا جماعه وشلون ما شاء الله لانك انت لو متعدين المقطع ثلاث مرات وشوفوه مره واحده بس. انا مره واحده وكان يهمني يعني. التركيز النتيجه ما يهمني عزازة. انا يوم كنت اتابع كان العمل لسه في المانجا وكان قدامي تقريبا 300 او 400 فصل فابي دوس ما عندي وقت اوقف التركيز واحنا عدنا الارك مره مرتين هم ما عدوا كلش من ذاك اليوم ما عدوا ف ذاكر مرتين زين ايه. انا كنت ابي خلص والله اللقطه كنت انتظرها انه يطير في توج حبيت كشف القانون كشف القانون والله العظيم ديني يقول طم طيارة على طول القلب كان انا يا جماعه ترى حرفيا لو محمد يحط نظريات وتوقعات الحلقه الجايه عادي ما لوم لانه ناسي كل شيء حرفيا والله حتى بخلي ناسي كل شيء ما ارجع اتابع ثانيه ما ايه ما وكنت في مس وكنت وقت يعني في وضع سيء وابي اخلص بس انا خلاص الصراحه الشيء اللي نسيتها اصابه ايسي. لا انا اذكرها بس كنت اظنها سهم ما ادري ايه انا نسيت اصيب زي كذا. انا اذكر ان نصيب رقبته بس اذكر ان سهم مش طعنه سيف هذا اللي كان متلخبط علي اني كنت اظن جاء سهم. انا كنت اظن الحصار ثلاث ايام يوم قال ثمان ايام قابلني انا كنت اظن ثلاث ايام ترى اختصروا يومين اتوقع في الحلقه اي مرر يومين لا وصلنا اليوم الخامس حتى بالمانجا اختصروا اي حتى بالمانجا المانجا اختصروا بعد خلاص يعني مو بلازم اوري كل الاعداد بس تفاهم انهم قاعدين ينعصرون ينطبخون وكذا
بس انكشف عيسي الحين قدام التوب. اي يوم قالوا داي اسامة. الله يأهلك. لا 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 ماتوا كلهم. انكشف للي ماتوا. ماتوا كلهم. انكشف اي انكشف للي ماتوا شين قتلهم كلهم. ايه. طول اي لقطة هذا جاي قاتل كأنه جندي عادي قال جلالتك. القلب. والله العظيم يا هلال. بس والله تاموش ضعفا منه أصيب. لأنه كان يدافع عن أطفال. ايه. كان يدافع عن أطفال. هذا الحركة خمس أيام ما نام هو الوحيد اللي ما نام خمس أيام مثلهم كان يمشي عليهم فأو منهك حدا شيء مو طبيعي اللي قاعد يصير كل يوم أساسا كان يزورهم حتى قال بس إنه يوم قاتل صراحة أنا نزلت الساحة بعد ذاتها شيء ويوم رفع السيف وقام يقاتل هذا شيء ثاني النار اللي أعطاها الأتباع ويوم أصيب شبه زيادة قاموا كلهم يعني الملك يقاتل وحنا قاعدين والله العظيم يا اخي خصوصا اليوم قاموا قاعدين ايش فيهم زومبي 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 والله العظيم يوم لا شوف شوف مشهد لما كان يمشي بينهم ويرد بنت على كتوفهم ترى بالنسبه للصين هذا لما يلمسون حسينا صار شيء اسطوري استغفر الله يعني لا انا شايف كمان من زمان مسلسل صيني او شيء زي كذا واحد بدون ما يدري داس على وداء واحد من حاشية الملك وداس على وداء بالغلط وقصه رجله اي عادي وواحد كان ماد يده يبي ينشر الملك وبالغلط لمس العرب اللي ماره لمس الوشاح قصه يده انت من انت تلمس ومو بس هذا كان موجود كان موجود حتى في كل الثقافات اللي مبنية على شرق آسيا يعني كان مثلا عندك ملوك الفاطميين ملوك الفاطميين كان يلبس وشاح على يده اليمين ما تلمسه ولا تسلم عليه هذا يمشي هبت عليك ما كان ما خلاص هذا يد مقدسه يد الملك هذه ما يتلمسه عندك البويهيين عندك ايضا في الفروس عندك في الصين في اليابان من انت حتى تشوف تشوفه تشوفه من انت تشوفه بغض النظر انك تلمسه ما بالك انه يجي ويلمسه طب هم يوم جاء شوبون كان وقال لهم انا مستقر شو يسوي المستشار الملك هنا نهبله يوم قال لهم هذا الملك هنا صدمه كبيره صدمه كبيره يعني المستشار شو مجايبه الملك بكبره هنا هذا مصيبه بالنسبه لهم ما راح يصدقون يعني الاجيال اللي قاعدين يفكروا صار ملك قصاص فكروا كذا لا انا ما اقدر انا عجبني الامل اللي اعطاه ايس للجنود نقول لهم لا تنسون بكره باجي واشوفكم لا تموتوا ايوه حاولوا عشان تشوفوني مره ثانيه هذا حتى كلامه لجنود دوق اوف يو انا قاعد اقول ايه اقول قاعد يلمس كل واحد من المكان المناسب يعرف شلون امسككم واحد واحد انا راح فخم اتذكر كلام الجنود الدوق اوف يو والله كلام يعني هذا كلام كله هذا كلام كله ما كنت احسه في المانجا صراحه اي حتى انا قلتها والله لا يعني ما تتفعل مشاعري ما حسيته كذا انا ما حسيتك بس خلنا اقول شغله للمتابعين يعني لاحظوا ون بيس على الكلام والضحك وذلك فيها ما تناقشنا فيها ولا الحق تناقشنا لكن قاعدين نتناقش في كلام تعرفون الايداج نقول لكم كيف قدوم هي المركز الاول قاعدين نتناقش في خطابات وكلمات كان احنا قاعدين نتناقش معركه حربيه كان احنا قاعدين نتناقش في تقنيات هذا 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 لما يعطيك كاتب ان شخصيه تتكلم عن ألف معركه طبعا انا مو قاعد اقارن بين كينجدوم ولا ون بيس اقول ان كينجدوم احسن من ون بيس لا انا اقول لكم ليش ان الحين قاعدين نتكلم عن الارك هذا من الاركات المنافسه ان ارك مجنون ثلاث اركات في عالم الانمي هالارك مع المارين فورد وحرب النينجا اقوى شيء حط معهم النمل يسلم راسك ارك النمل حق هدر حطه ما حطيته؟ ايه اوكي لا انا بالنسبه لي جيدو ايلاند تعرف مو بانما والله عليك يا محمد انا جلي اثنين جيدو ايلاند عندي افضل من اكل نمل الله هذا لعبي بكره الهنتر بس سوس سايتي ذاك مع ذاك سوس سايتي شوف اي صحيح احذف ميريوم من اكل نمل ما يسوى عندي اكل انا اشوف ميريوم هو اللي وافع اكل نمل لا جون برضو تحول جون يا جماعة الكينغدوم كينغدوم خلونا الكينغدوم طيب من زين نرجع لموضوعنا أنا بالنسبة لي أيضا أحد الأشياء الجميلة طريقة شون شين استطاع هزيمة
فوتوي عم تذكر فوتي اي فوتوي او فوتوي اوه امانة مين ذكرك فيه لما قال هاي هذي زوجتي مين شين 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 بالبداية يوم جاي يطقونك يوكاي في اول حرب لهم وكانت وقف الحال ها قال هاي وخروا عنا مقاتل ذي لا بس المشهد كوميدي صراحه لما تقول له يلا تبغى اعلمك الشيء اللي دائما تسويه ايه قال يلا والله تصدق ذا الشيء ما توقعته اظن فيلر ما قبل ما توقعته يمكن قبل ما قبل اذكر تذكر كيوكاي بعدين قاتل ما اذكر فلاش باك حتى انا ما اذكر فلاش باك ما اذكره هل هو من الجباب طريقه كوميديه صح جميل اتمنى بالشات صار هادي بعد ولا لا انا ما اذكره يقول علميني لو سمحت كيوكاي لا ايش راح شيء كيوكاي لها وحشه ترى كذا ترى سيزن نص السيزن الاول او سيزن نص السيزن الاول نص السيزن الثاني بعد كانت كيوت الموجوده كانت كيوكاي تروح كيوكاي نهايه الثاني راح طلعت كيوكاي قبل النهايه طلعت وقبل النهايه السيزن جابوا كريوتن لهم جاب كريوتن وساعدتهم وضبط الخطط بعد ما كانت خطط المجنون شين يقول شو نتقاتل قال له سهل هذا هنا حاط له حجار بوم يا طيب سلامات قال مو غريب انك تنهزم اذا ما ادري انه قاعدين يلعبون اللعبه يقعدون يلعبون يدورون شو اسمه ثغرات وكل شيء هذا جاي يقولها باكشين لا ما أنا حلقة عظيمة جدا والله شيء أسطوري الأرك ذا الأرك قسم ما قاعد يثبت يعني ك أربعة وش يرفع إيه الريموت جنبك إيه الأرك ذا قاعد يثبت وجوده سواء مانجا أو أنمي شيء رائع جدا شيء خرافي شيء أيقون حرفيا فايش الحلو إنه رجع العمل على هذا الأرك تخيل راجع قبله بتحس بتتحمسك بتحس ببرود رب يكمل نعم مستحيل يودا ابي الارك بعد يرجع فيلم سينما ما عندي الرسم بس انه يصير دموي واو يعني حرام اذا بيكون سينمائي اذا بيكون سينمائي اكيد بيكون دموي لا ابي فوق انا ما ابي عندي يجيك انا اوكي لا يصير لايف اكشن يصير ايه يصير انمي لا انمي سينمائي زي الحدث هذا بالذات ما حقبل لايف اكشن لان الحدث دموي لاقصى درجه وخيالي لدرجه صعب انه يكون لايف اكشن يا سلام عليك يقدرون يسوونه يقدرون يسوونه بس صعب لان راح يحتاجون عدد كبير يسوونه فيه الحدث هذا يسوونه مسلسل لايف اكشن زي جيم اوف ثرونز زي سباتكس لان احداثه كثيره اي مسلسل اي لا انا اقول لك كفيلم لا فيلم صعبه حتى كفيلم انمي صعبه يكون اربع ساعات اي ورق ما هو ايش بيصير طيب باقي عندكم نقاط في اسئله لا اسئله ما في اوكي لا ما في ننتقل للسلايم انا بعد يلا ننتقل للسلايم ننتقل للسلايم انت ما عندك شيء بالسلايم انا ما عندي شيء انا عندي بوكن هيرو بوكن هيرو يرجع لك ابراهيم عين ترجع عند بوكن هيرو يلا اجل كذا بس كل كذا واجد اي حياكم الله انت محمد شايبه صح اوه اقول لك حلقه الاسبوع اي صح 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 كف عليك والله انها كانت حلقه ناريه شرارية انفجارية انا حطيت الورك الثاني بالنسبة لي صراحة بس ضحكت يعني. انا اشوفها يعني تستاهل المركز الاول لسببين السبب الاول الكوميديا الطاغية اللي ما خربت متعة الحلقة بلدو وقف وقف بلدو يخي هدوك مبعث شو يوكن هادو تخيل قاعد يقاتل ملم قاعد يلعب يسوي تقنيات المانجا مجنون 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 صراحة لا يعني حتى يقول له قاتل ملم الشيطانة ملم يقول الطفلة الطفلة بنت اخوي لا قال بنت اخوي الوحيدة طفلة اخوي الوحيدة قال طفلة اخوك لاحظ يعني خلانا في حيرة ونسانا بكوميدية نسانا بكوميدية سبب انها بنت اخوه لا بس ترى ذكر هذا الشيء ذكر انها بنت تنين ترى اي بس ما قال انها بنت اخوه ما في الاربع تنانين اعضاء اساسا نستغرب حتى ريمرو نفسه قال ها اوك وراها ما قلت يا ولد
الشغله الثانيه صراحه الترابط والقتالات، قتالات في سلايم تفوز اقسم بالله من ثلاث حلقات، مش من الحلقه هذه، من بدايه ذاك الاتباع ابو احمر. اي نعم الغول ابو احمر ذاك اوني مارو اظن اسمه. ايوه اوني مارو، اوني مارو اللي قاعد اقول له انه ما كان شيون سوى اوني مارو، بيني مارو، بيني مارو، بيني مارو. من البداية صراحة وأنا أشوف قتالات تجلطني، أنا مرة ما توقعت يوصلون لهذه القوة يعني، وكان يعني قلت أعطاهم اسم بجرد أخويا بس طلع لا وين يعني، شوف شيون كلايمن عنده ولا شيء، جلدت بحالة شيون ترى مش الأقوى للمعلومية، بني مارو أقوى، بني مارو أقوى، بني مارو عندك لا مارو أقوى، كرو أقوى، كاس اللي هو بني مار اقوى إيه. وعندك برضه الشيطان الاسود وفيلدرا إيه. كلهم بين اقوى من ديابلو، قلت كرو ديابلو ديابلو خلي إيه. ديابلو الشيطان، انا اتكلم بس عن الغيلان إيه. ما توقعت قوتهم إيه. توصل ما توقعت قوتهم توصل لذي المرحله ابدا، وتشوف قتال شيون بصراحه قاعد تلعب تقول انت حرام اسمك سيد والله اي والله صراحه كنا ماخذين مقلب في الكليم يعني إيه. بس مو واخذي مقلب فيه، كنا مستخفين ذي ما ندري وين وصلوا ولو وحش ترى. لا شوف اصبر خلنا نشوف على وجهه نظري، طبعا هو مش ضعيف بس انه اضعف الشياطين الموجودين، ترى اشوف الكل واضح وفاهم عارف انه هو الاضعف بين المعول كلهم، المعول كلهم اساسا، حتى اذا تذكر قبل كم حلقه يوم جيت يتكلم وخلنا ذا كان يتكلم بصفته هو الاضعف مش الاقوى، فانت من بين الشياطين كلهم هو الاضعف من بعد، وللحين ما جينا ما صار سيد شيطان حقيقي. هو الحين في نهاية الحلقة صار. هل كنت أقول لك قبل حلقتين؟ قلت لك تاه من بعد. كنت تحتاج 10,000 روح قلت لك إياها. أيه مو كان يقول لك أصلا هو مسوي الميزرة دي حق دولة وحوش عشان ينبعث كسيد شيطان. مكانه كان بس. أيه فهو قرر إنه يسوي الخطة وأنا نسي. انا الصادمه يوم تكلم رافائيل قلت ايش كلايمن صار عند رافائيل ولا اي حتى انا فجعت انا قلت انا جالي قلت لك رافائيل بتقدر في ريميرو هذا الجق يصير يا جماعه شلون ما اتفقنا على كذي يا ولد ايش هالحكي بس طلعت خطه من ريميرو نفسه يقول بدق خشمه هو باقوى حالاته يخرب لا عشان يحترموني باقي سادة الشياطين يعرفون قوتي وبرضه نقطه انا قال بس ترجع الأرواح اللي خذها كلها بطهرها يعني ايه بطلع يعني الأرواح ايه اللي عنده بس أنا أقول مثل ما هذاك اللي يتحكم بكليمن استدعى جراند ماستر جراند ماستر الجراند ماستر استدعى كدنزن ما أدري شو اسمه كلازيم كازاليم 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 استدعاه من العالم مثل ويمو مستدعى ايه. ويمو لا مبعوث ذاك مستدعى كازاليم لما مات استدعى ذاك عشان يساعد في احيائه انا اشوف كازاليم اعطاه قدره هذا وجهه نظري ان كازاليم يوم مات استدعى ذاك مثل ما استدعوا شو اسمها انا اشوف شيزو سينسي استدعاه على اساس انه يعيده كازاليم يبي هذا يرجعه هو اللي يتحكم بالعالم بينما ريمو رافائيل استدعيته عشان يكون هو المضاد له هذا يبي يسيطر ورافائيل تبي تسيطر اوكي انت اول شيء عندك نقطه انا اشوف انا بشرح بس كزليم اشوفه يعني طريقه استدعاء نفسه مثل استدعاء ريمرو الشيطان بالضبط اللي هو الكرو اللي هو شو اسمه ايش كان اسمه ديابلو سموه ديابلو سموه هذا اللي انا اشوفه يعني شوف اقرب مال زي كذا ما طيب خليني انا احاول اوضحها بطريقه افضل اولا قالوا في النهايه في بدايه البارت الثاني هذا البارت الثاني سيزي الثاني البارت الثاني بدايته جه المشهد عند الجراند وكازاليم جراند ماستر وجنبه كازاليم ديوم كان عنده لابلس المهرج وكان رايح لابلس يتجسس له على الكنيسة اللي فيها ذا الفامباير اللي جاء اول ما جاء قال له علمني المعلومات قال انا ترى قاعد اساعدك عشان خاطر بس سيدنا كازاليم اللي توعدت انك بترجع قال هذا موجود قال وينه قال هذه شاف البنت الألف قال كازاليم صابه مو مصدق قام يضحك طبعا قام يضحك علينا استدعى فاللي صار انه كازاليم قتل قال هو بنفسه كازاليم قاعد يقول حق جراند ماستر انت سيدي أي. يقول له انت سما بالنسبه لي حاليا لانك انت انقذتني بعد ما من اقتله
ليون كراميل كراميل اسمه ايش كان اسمه كرومويل كرومويل ليون لاشكر اللي كان مستدعي شيزو ايوه اللي قابله وايضا انا تاكدت الحين ان اساسا ليون كان يتعاون مع الجراد ماستر في عمليه استدعاء الناس الصغار البشر يتعاون معاه ايه قولي كان يتعاون معاه لانه قال كان عندي واحد يتعاون معاي ووقف الاستدعاءات الان بسبب سلايم ريمرو بسبب ريمرو ريمرو تدخل وقام يتابع الامور ويحقق في موضوع الاطفال وساعدهم كذا كان يعني بالعرب جراند ماستر كان ينتظر ذيل يموتون خمسه اطفال من سته اللي انقذهم ريمرو طلب شيزو عشان يستدعي غيرهم اللي يجيب اللي بعدهم وينفذ المخطط حق ليون ليون عنده هدف يستدعي شيء ما من العالم البشر لا تسألني وش وش الهدف ما تطلع جدا جدا معقد بس ان الجراند ماستر هو اللي استدعى كازاليم مش كازاليم استدعاه ذاك تم بعثه او يعني اللي يتم استدعاهم يموتون اذا ما اذا ما اندمجوا مع روح زي ما صار مع شيزو ادري ادري اقصدك انا يموتون اذا اذا ما اندمجوا مع روح زي ما سوى ليون مع شيزو سان الجراند ماستر مو مدوج مع شيء في جسمه فهمت هو مستدعى زيه زي اي بس مش مستدعى فايت تم اعاده بعثه هو يقول حق انا اللي اعدت احياءه انا اللي استدعيت لا قال استدعاني كازاليم لا 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 قال انا اللي استدعيت لك كازاليم اعدت احياءه بس انا ممكن انا مضيع برجع اتاكد رجع قال استدعاني لا 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 هو قال انا جيت للعالم هذا بواسطه كازاليم قال كذا هذا الولد ايوه قال هو اللي عاد بعثه عجل انا مضيع معلش انا برجع اشوف الحلقه بس كازاليم لما جاب هذا هنا اعتقد انه هو اللي وفى للجسد وهو اللي كذا على اساس كذا يعتبر قال الحين انا بحالة جسدي هذا اعتبرك سيد هذا اللي قاله كازاليم قال بحالة جسدي هذا اعتبرك سيد لا قال انت سويت تفضلت علي انك انقذتني وجبت حياتي هذا اللي قاله كذا هذا اللي هو قال صراحه بس ما ادري يمكن انا مضيع برجع اتاكد منه مره ثانيه والله منهم يا اخي انا لما ريم اقول يا طيب بنت الايه ليش تفقسين من قلب انت تنزلين مو بس تطقين من قلب واللي عجبني صراحه كافيه يا بعض يا انا كنت ادري ولا قلت لك طيب. لا كانت بتقول لك قبل حلقتين هو هاي طلع عليه الحمار عصبت لا منش فايده اي كذا عصب مين جاب صدع انا اوريك انا اوريك خلى كلكم قاتل وضحك تعرفين صح طقطق مع مين بس على فكره هي تحت سيطرتك قال لا مو موضوع مو كذا فالبني صراحه تعجبني شخصيتها مره مره رهيبه كمبري معيش معيش اقوى تنين اوتاكو في الدنيا هادوكن كامي هامي ها هادوكن شو يوكن لا مجنون وكان يقوى ثي إيه صح أنا كتبه شيء ما جوالي إيه المانجا إيه عطني جوالك هذا شيء كله جوال ماجد كان يقوى 3X3 eyes ما أعرف وش هذا المانجا صراحة اكتبه 3X3 مسافة eyes هذا اللي كان يقوها شكلها شوجو زي ما قلت شوجو رومانسية بس كانت قوية 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 درجة قام جونها عندنا هنا وسواها أنمي أعتقد وكانت موجودة بعد... والله موجودة إيه وكذا كذا سلسلة مش واحدة أوه في النهاية المجنون هذا إيه والله موجودة نفس الغلاف بعد في إكس ثري آيز أقولك ذكرتها أنا وين أكثر من 10 سنين عمرها ذي أذكر ذيك الأيام قديم الرواية يس 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 صدقني شكلها نهايتها تعليق هم يدقون يقول لك ليش وقف كذا هو قاعد يدق بالكل يعني حتى كامي هامي هامي ما كامي شو اسمه كامي يقول تعلقني فيها عطني اللي بعده كان ما تقدر تتفاهم معه قال اي هذا بنت اختي والله يتكلم وكذا بكل برود بس ترى والله معظم يعني قدر يسمع انا عجبني كلمه قيم قال الحين عرفت ايش الاسود اختار اي مش عارف كان الاسود ايش يدري ما يدري الثوب ما يدري انه معاه اسطوره ديابلو ديابلو والله العظيم شيء قوي مو كذا مو كذا يا خلنا نروح نساعد دي بسرعه مع ذاك فوتمان ارجع لك
لقاك قاعد تفكك سمير بارت غنائم يخرب جالس متكي قاعد تنظف غنائم لك يا رزق من قاعدش نبي غنائم وحتى اقوى اصابع حاليا اللي هاي طب الذيب خذوه وحطه عنده قاعد يجمع والله يا جماعه خذوه وحطه عنده هيك عظمي ترى خلاص ايه هذا عنده هيكل عظمي شونه شونه بسيط هيكل عظمي يعيد احياء الموتى خلاص ايه شونه روضته وهذا حين الذيب روض لك الذيب هو طبعا يعتبر ريمر اللي روضه بس يعني كلم ثبتوم 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 رجل غار يا منك اقول اخر كلمة هذا راح العلم هذا مش العلم يا ولد والله العظيم العلم والله العمل رهيب رهيب طلع 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 انا يعني مشكلة ما بيدخل بسالفة المقارنات حديثة انا اتوقع والله حتى الاسبوع القادم بتكون منافسة بينه وبين كينجدوم شرسة على المركز نعم 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 يعتمد على اسبوع الجيش اللي بيصير لان ترى عطل كل دور الا ريمرو نفسه ما قاتل جد حتى الان ما جلد ما طلع قوته يعني الى الان ذيلي يعني يشوفون قوة اتباعه وحلفائه بس ما شافوا قوته هو شخصية ايه ويمو ما شافوها الحين قال انا ايقظت يقول ايقظت هلا عشان اوريهم قوتي يعترفون فيني غصب عنهم طرق اني ما اقول خلاص انا ما اقول خلاص سيد الشيطان الليون قال له خليني اساعد قال له لا ريح الموضوع عندي ولا وكاريون شلون اعترف فيه وقال له انا مدين لك وكذا يعني كسب ترى هذه على اساس الفلوس ايوه ما يوم قال له اخذت الماجين عشان لا جي بشعر احمر قالت انا لوني مكانك كنت بقتلهم بس ما كنت اتوقع انك تفكر كذا انك بتستغلهم في اعاده البناء يعني انت أيوة تخطيطك تفكر لبعيد مو بس تنظر تحت رجولك انا اتكلم عن كاريون يوم قال له الهم قال له انا اخذت الماجين عشان يبنوا لك وعندي مصنعين بيساعدونك وترى سرقت فلوس كليمن عشان نمدك بالمال خلاص بعد كده اشتبه اكيد بيقول له اهلا وسهلا بيقول له لا حبيبي هلا طول الحمر هلا طول الحمر كسر خاطي كاريون كنت عقد عليه امان نهز لا شوف ترى اتوقع بعد اللقمه دي ممكن يسوي شيء يطور من نفسه اتوقع ما هو قال اصلا قال بعد ملم قال اللي عرفته انه انا ضعيف هذا اللي ايه ان انت هزمتيني يعني سجلش كنت تمثلين بس هزمتيني يا بنت الذين لا اقول عذبتيني مو بس هزمتيني كنت قاعدة تعذبيني دمرتي مدينتي تقول عشان يصدق ذني فعلا خادمة عنده والله يا جماعة اللي ما شاف نيو سلايم انصح فيه وبقوة جد يعني ممتع ممتع سيزنين يعني بس حرق ام الدنيا كل سيزن 24 حلقة في حلقات مملة عشان اسمع حد يجي مدرع متحمس في بعض الحلقات تكون بناء بناء اي بناء ها اي فهمتها ايشي كل ما كان يطق مليم يقول له لا تعتمد على هذا لا تبالغ لا تعتمد على هالقلادة كانت فيك قول حق كليمان قال لا تختب هالقلادة واجد ولا تنسى ان مليم عندها قوة دفاعية عشان لو هاجت مليم كنا يعني انكسر الذب الاعلى مسبته كذا ايه لانك طقيتها تقول لها مليم عندها قوة دفاعية كانت تقول لها في قول قاعد تطقها لا تنسى ان مليم عندها قوة دفاعية والله لا تقلب عليك يقول لا تخافين لا تقلب عليك انا واثق بسحري انا واثق بسحري قال لا تدفع ولابلس قال لا لابلس تا لا تقترب نفسك لا تقترب نفسك قدام مليم ولا تختب كلا قال لا تختب فيه ولا بنفسك حتى قال تقصدك انه يتحكم فيني قال انتبه لا تختب نفسك قدام مليم فيني من القلب الكل كان يدري ان مليم تمثل وكل كان بس خايف انها تقلب عليه في لحظه من اللحظات وكان يمهدون بس الحين تعال الجراند ماستر هذا الحين على قوه الحين حتى ذاك لابلس يمشي حذرته اي حذرها قال لا تختب مليم طبيعي ترى مو بشرط انك عشان انك تحكمت فيها ولا ذا لا تصدق روحك وتظن كل شيء يمشي ذا هذا ولا قام ترى يتم استغلالك اي لا وصل بس بعرف ايش كان هدف ميلم انه تعرف من الشخص اللي يتحكم فيه اي بالضبط من الشخص اللي يبون يعرفون الجراند ماستر بينما اوريدي ترى ريمرو كاشفه خالص ريمرو يعرف ان الجراند ماستر هو اللي لا متلاعب بالدنيا كلها لانه قال الوحيد اللي انا قلت له ويعرف اني انا من اليابان هو الجراند ماستر اللي هو مدير الاكاديميه ذكره الولد اللي ظهر بالحلقه ذي اليوم مدرسه اي كان يسوي روحه صديق ريمرو وريمرو طبع له بنقات وكان فرحان وكل شيء والامور طيبه وكل شيء اوكي زي الحلاوه بينما الرجال طلع خاين ومنتهي وخالص وقاعد يلعب على الحبلين بس السؤال سؤالين هم يطرحون نفسهم شو القوه اللي عندنا لانه ما ظهر اي قوه شلون
قدر يخدع ريمرو، ريمرو ما استشعر منه أي شيء من قوة ولا شيء. شغلة ثالثة، شنو هدفه؟ يعني أنت لا مع المأو ولا أنت مع الكنيسة المقدسة ولا أنت مع أي شيء، تقعد تتلعب بالكل وساكت. يبي يسيطر على العالم قال. إيه إيه. قال يبي يسيطر على العالم ويعيش. معناته إنه ذكي وذا، بس مستوى قوته إيش؟ شنو قوتك؟ فهمت علي ولا فهم؟ يعني هل أنت أقوى من ذيك المقاتلة اللي بغت تقتل ريمرو؟ أكيد. هذا المنطقي نعم، حتى أشوف ذا الشيء، بس إلى أي درجة مستوى، إلى مستوى صارت قوة هذا المجنون ده اللي قدر يعيد إحياء ماو؟ بس طبعا خوينا قدر يفك التنين فيلدر اللي ما حد قدر يفكه. إذا هو مستدعى أعتقد إنه يبي يدمر العالم هذا، مو بيبي يدمر العالم هذا عشان يرجع لليابان. ممكن، بس ترى شوف ترى هم قالوا. إذا هو مستدعى. برجع أتذكر من الحلقة اللي صراحة فجعت سمعت مستدعى مش مستدعى. على المهم أنا أشوف إن إحنا كده غطينا ون بيس سلايم ما في الكفاية. إذا تبون تتكلموا عن بوكو هيرو يا شباب الله يعطيكم العافية، أنا مضطر أمشي وشاكر ومقدر لكم تعاونكم معنا. والله مضطر من كيفي، مجبر أنا خاك لا بطل عندي مشوار. لا 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 حتى انا اليوم ما بقدر اسهر شباب والله، لان اول شيء يعني مو نايم صح، وبرضه بكره عندي والله مثلك طريق. فبس انه احيانا بتم معكم انا واحمد، بيجيكم عبد الباري بيجيكم راشد، خلنا نزوم شوي لكم. جيب معك كباتي والنظاره خذهم وياك. مو بعيد عشان يوصيك ترى اخذتها. اوكي نو بروبلم. انت ليش ما شحنتها؟ ثاني فضيتها. ايوه نزل اخوي بس شوي لانك لا رقي. ايوه نزل شوي، نزل نزل اوبا بعد شوي خلاص اوكي راشد. اي صح نسيت خلاص. يلا حبيبي حياك، نورت الحته يا بيه حبيب قلبي. احمد شفت فيلم اسمه باجانجي؟ ايش تقول؟ ها قال فيلم هذا اسمه باجانجي شفته؟ هذا سمعت يقول لك لا هذا بث انمي مو بث رومان. خليني اشوف واحد اتنمر عليه. احمد ما شاء حق سلمان خان اللي ساعد البنت اللي ما تتكلم الباكستانيه. يا شباب حطوا لنا انمي. ما شفته؟ ياس اخيرا واحد ما شافه. اخيرا اخيرا بوتشو نورو هيرو اكاديمي. يا شباب بوتشو نورو اكاديمي والله صدق ما شفته. لازم بوكو نو هيرو اكاديمي. اي والله معليش انا وزنت على نفسي ما استحي. بس بس عيش الكاميرا بس شوي. ايوه ارفع هنا شوي شوي بس بس كده. لا لا واجد رقيت. نزل 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 خل عندك ثقه فيه. بس كده ممتاز. يلا حياك تفضل احمد كلمنا عن بوكو نو هيرو. بوكو نو هيرو اكاديميا صراحه يعني اول حلقه ما انتقد اقول وين الابطال. اول حلقه يعني اتحمس فيها بغض النظر عن موضوع سلاحف النينجا اللي طلع في البدايه اللي ما ادري اصلا ايش بيسوي. سبينر لكن من يوم ما انتقل المشهد الى شيغاراكي تومورا اقسم بالله تحفه فنيه شيء اسطوري. يعني حلقة قتال والذكريات كلها يعني قتال وذكريات. اصلا شوف من زمان واضح معايا انا انه هو اللي قتله من زمان. اقول انا شكله هو اللي قتله، شكله هو اللي قتله، ما صار فيلن الا انه هو اللي قتله. بس يوم تشوف سبب الاسباب واللي صار وش اللي خلاه يقتلهم، ان ابوه اصلا هو كان يعامله بالاسلوب عشان امه تركته اللي هي امه اللي هي تعتبر جدة شيغاراكي تومورا اللي ورثت اول ماي. فتشوف ترابط، شوف القصه، شوف شيء يزعل شيء يصدم. فتشوف شيغاراكي معذور ما سوى شيء، يعني ما هو معذور انه وصل للمرحله دي من الشر، بس هو طفل. لو لقي الشخص اللي لقنه صح كان نسي وتعالج وانتهى الموضوع ومشي في حياته طبيعي. بس مشكلته انه اللي تلقاه اول فور وان زاد الطين بل يجيب الآيات يقول لك خذ هذه يد أمك وأبوك، هذه يد جدتك وجدتك، يلا عيش معهم وشم في ريحتهم. مريض أقسم بالله إنه مريض مو طبيعي. أول فروان ليش سوى كذا؟ عشان يصنع وحش. يعني ينتقم من أول مايت أكثر من يصنع وحش يا أحمد. يبي ينتقم من أول مايت ليش؟ لأنه هذا حفيد
البطلة. أنا أخذت حفيد أحد الحفيد أحد حفيدة أو حفيد البطل اللي كانت إيه اللي كانت رمز للسلام وحولتها لشيء حولتها لشيء. قالها ماجد إيه؟ أطلع من عمق الخير بؤرة الشر. هذا اللي قاعد يسويه. مضبط له كل حاجة مضبط له كل حاجة من إلى. طبعا الأمانة يا شباب صورت الانطباع حق حلقة بوكن هيرو يعني ما أدري تنزل يمكن بكرة بعد بكرة يا الأربعاء يا الخميس أو الجمعة بالكثير على حسب ما تخلص مونتاج إن شاء الله. تكلمت كثير عن أمور ما بذكر الحين عشان تشوفون طبعا إذا قلت الحين ما راح تشوفون انطباع أعرفكم أنتم حركاتكم دي مو بحلوة. فتفضل راشد قول اللي عندك. طيب أنا لا يا زازا قول الزازا بوكن هيرو ترى يسأل. تعال تعال كسر الله قرنك تعال تعال. أنا صراحة حزنت على الفلاش باك اللي جابوه. ما توقعته كذا لأن ما توقعت أتعاطف معاه إلى هذه المرحلة. قلت ممكن إنه بيحزنني شوي لكن إلى هذه النقطة ما توقعتها. حتى ترى قلت لما جاب له الأيادي وقال إنهم ماتوا قاعد أقول ممكن نأخذ ذبحهم. وقاعد يمثل عليه وقاعد إيه يعني لعب عليه تلعب فيه شيء. فانجلطت لما شفت كيف ذبحهم أصلا كيف تفعلت القدرة عنده فجأة وهو قاعد يحك بسبب الحساسية. هذا الأشياء أخي تقطع القلب. الحساسية بسبب أبوه كان يلوح برا رطوبة من رطوبة إيه أبوه هو سبب الحساسية. قلت لأبوه راحت الحساسية. لا لا الحين ترى يحك لا الحين يحك أحمد ما زال الحين يحك نفسيا ما يحك عشان إنه مرطب من المرض النفسي. أهو كان يقطع برا ولما يكون جو رطب تجيه الحكة. حتى قالت له أمه أوه يتعمد يخلي برا ويقعد يحكك في عمره. سالفة إنه قلب شعره فجأة هذه انصدمت منها. من فجأة قلب شعره هذا سؤال طرحته في الانطباع. من يتحمل اللوم؟ الأب أبوه المرتبة الأولى الأب. مشكلة الجد بعد يعني كان هدفه لا كان هدفه سامي لكن إنك تسوي قدام بزر بهالشكل أنت قاعد تضر. يعني انك تسحب على بزر طفل اوكي انت بتحميه بس انه ترى قاعد تسحب عليه ما اعطيته حقه او كأم او كأب. هذه ترى مره قاسيه. دائما الناس او الاطفال اللي يكبرون مثلا يصير ما عندهم يعني ما عاشوا حنان الام او الاب هذا يصير في شيء غريب فيصير تفكيره غريب منطقه يعني ممكن ممكن اي مش ايه. فطريقة انه جاب لك انه ترى هي بطلة بس البطلة ذي عادت عليه بعوائد سلبية. يا الله يدرس انه كره الابطال. في مثال ضربه ما ادري ابو خليل او ماجد قال هذا اندي فار زي كذا. باب الاستديو مفتوح يا شباب. لا ليه في صوت عندكم بس شباب تلقى محمد يسولف الحين قبل ما يمشي خلاص صار هدوء روح. شكل باب ثاني يفتح مو الباب هذا. تفضل كمل. ما ادري من ذكره يا انت يا ماجد قال هذا اندفاع. اتوقع ماجد اندفاع نفس الشيء. الحين عياله ما يبونه نفس المشكله. صدق تعامله خطا لكن هم عنده نفس المشكله. عشان كذا هو قال ببعدهم عني عشان ما ياخذون شر. وشفنا كيف اخر واحد خطف ولده مو هو سبب الرئيسي لكن من اسباب اللي سواها انديفر يبعد اهل عنهم. نفس النقطه اللي سوتها انديفر ما ضربهم. انديفر ضربهم لا لا زازا انت كانك تبي تقول انك صرت انت بطل. هذا غلطك مو صحيح ترى. يعني لا. حتى في الحياه الواقعيه الخيرين الناس اللي يشتغلون في مهن حساسه كذا اهاليهم تدخل في الموضوع بغصب مش بالطيب. اي واحد في بوره شر مثلك وشرواك يا زازا يدور الزلات هذا عرفت. لا شوف انديفار كان يضر عياله. انديفار كان يضر عياله. هذه اللي هي جدته ما كانت تضره كانت تروح عشان تحمي ولده. ما كانت تقول له يا ابن الملب قايل خليك لا اسمع زعزع انا قلت بسيقة هي بعدته عنها صح. هذا غلط بس انت تشوفها خطأ. انديفار قال نفس الكلمة انا ببني بيت وسكنوا فيه مع امكم ليش لهذا السبب نفس السبب يسويته هذه مع ولدها وهو قاعد يسوي مع عياله. لو صار شيء انتوا بعاد
ما عندي مشكلة يا رشود، بس انه انك تضر عيالك هذا فرق وفرق. يا زعزع لا تمسك نقطة الله يهديك، انا شبهتك مثال. انا اقول لك انا شبه لك انه طريقة ذي انه تسحب عليه عشان تحميه فرق، انه تجي يجي هم يضرهم يقولوا انتم يا ما سويت. شفت اللي تقول قاعد يقول لهم ذا قطة زبالة لا تكلمني عنه. انا اكلمك اخر حلقة شفناها الاندي فار قال انا ببني لكم بيت وسكنوا فيه انت وامكم، صح ولا لا؟ اي هذا هي اي الهدف منها شنو؟ عشان يسبهم عشان يبعدهم. ايش سوت؟ ابعدته ورسلت رساله وقالت له انا بطله ما ابغاك ما ابغى الاشخاص يكونون قرب منك فابعدت عنك بس. هو يسوي طيب. نفس قد الشيء قد تكرهني سالفه ان هو ضرهم هذه سالفه ثانيه. قد انك تكرهني لكن انا احبك وبضل احبك هذه قالت. ما عندي مشكله بس مقارنه عندي برده هذول عياله كبارين كبروا عياله وصاروا رجال وذا وهذا طفل. انا اقول لك انه طفل ذا انا اقول لك انك تسحب على واحد انه طفل حتى لو انت بطل حتى لو انت بطل العالم وكل شيء هو بيناظر انه اوه والله سحب علي ترى انا يعني فقدان الام يعني عنده شيء قوي فطبيعي بيطلع بهالشخصيه. انا اقول لك ما اقول لك انه خطا انه يصير هالشيء ذا بس انه لا تلومه انت ما انا ما قعدت تلومه انا ما قعدت تلومه انا اتكلم عن الفكره انا الفكره إيه فقط بس نفسها. فشو جابها لك الكاتب انه حتى البطل انه في ناس يشوفونه اخطاء وانه يشوفونه غلط وانه محرم البطل بنفس الحكايه لا تحكم على شرير وانت ما شفت ماضيه. يا الله يا الله يا الرساله اقسم بالله شيء يفك الراس شيء عظيم جدا والله انها حلقه للتاريخ دايم كاتب بوكن هيرو يجيب من ناحيه العاطفيه يجيب نظام الرسائل ذي لكن ماضي شقراكي شوف زازع مو ما نحكم على شرير اللي ما يشوف ماضيه لانه مو كل شيء بالقصة يا مان بقايه بالقصة اي حتى في القصة في اشرار الصراحة حتى ماضيهم ما يحزن اي بس انه بشكل عام هو اللي قاعد يقوله زعزع ان الكاتب قاعد يوصل رسالة. ليش انت لو تلاحظ من الحلقة الماضية الدستر كان يتكلم انه انا قضيتي كذا امي كانت حاملتني وما ادري ايش فهذه قضيتي فما قضيتك انت يعني كنا دفع. انا كنت اقول حتى بالانطباع قلت يا اخي المقارنات بين القضايا او ان انت من صاحب القضيه الاكبر او القضيه الاهم او ذا يعني على سبيل المثال ممكن اضرب مثال في زعزع مر في معاناه وانا مريت في معاناه زين الله عليك حلو هذا الفكره اللي انا بوصلها زين فاجي انا اقول يا زعزع انا مريت في معاناه وزي كذا وزي كذا وزي كذا لنفترض فرضيا ان معاناتي انا اكبر معاناه زعزع لنفترض حاليا فرضيا زين بغض النظر انا الحين معاناتي اكبر او زعزع معاناتي اكبر ما تنقاس كذا تنقاس على ايش وضع زعزع يوم تجيه المعاناه الاثر ايش تفكير زعزع يوم تجيه المعاناه ايش الاثر جات فيها عليه المعاناه فمين انا عشان احكم على ان معاناه زعزع اقل من معاناتي او معاناتي انا اكثر من زعزع فكل واحد عنده معاناه لا تجي انت تقول ان انا والله عانيت اكثر من فلان ولا انا تعبت اكثر من فلان ولا انا والله شو اسمه مرت بتاريخ اسود اكثر من فلان ممكن المصيبه اللي عندي انا اكبر بس انا عقلي او جسمي او تفكيري كان اكبر من تفكير زعزع وقتها وانضج من زعزع وقتها عشان اقدر اتحمل هذه الصدمه اكثر من زعزع نفسه بينما زعزع المصيبه اللي عنده مع انها ممكن تكون مو كبيره صغيره لكن هو تفكيره مو مجهز انه يقدر يتعامل مع هذه المصيبه الان عاطفيا منطقيا نقول عنه كلها هذه الرساله اللي قاعد يوصلها كاتب بوكن هيرو ترى قاعد يوصل رساله مره قويه ومهمه للمجتمع للناس بشكل عام انه فكروا قبل ان تقرروا ان هذا الشيء خطا ولا هذا الشيء صح ولا هذا ذا بغض النظر شرير بطل ولا ذا هذا صار شرير ليش صار شرير شو الهدف من السبب اللي خلته يصير شرير وانا سبحان الله قبل والله مع ذا قبل كنت 3 أسابيع او 4 أسابيع تقريبا كنت فاتح سبيس في تويتر واتكلم مع ماجد ومحمد في السبيس انه شرير هل دائما الشرير يكون يعني كذا بس يجيك عبط يصير شرير ولا يكون في اسباب خلته يكون شرير حتى اول روان حاليا مع انه ما توضح لنا السبب ليش هو قاعد يصير شرير لكن انا متاكد انه في سبب خلى اللي وضح انه متعه اللي وضح لك بس هل انت ما شفت التاريخ كامل فما تقدر تحكم انا اللي اشوفه انه حقير زين قاعد بس ليش هو زي كذا انا شي قراكي مثلا اول ما شفته كنت اقول ايش في امه ذا منتهي ايش اي ملحوس ايش في ذا وليش قاعد يحك ما ادري ايش وذا يوم شفت الماضي حاليا قلت اوه ماي جاد
يعني بغض النظر هل هو يتحمل جزء من الملامة اي او لا، ما اتكلم عن ذوق. لا يتحمل، يتحمل جزء كبير. انا الحين قاعد اتكلم لك انه بغض النظر، بغض النظر انا اتكلم عن الماضي اللي مر فيه وهو طفل وهو صغير يفرق كثير. فالحين عندنا سؤال من بين ميكر يقول عن هذه النقطة بالذات، يكفينا شره. ايه هو عنده مشكلة في الموضوع، يقول لك، يقول لك انا شفت تصرف الاب عادي مو لهذه الدرجة انه سيء وشرير، وشيجراكي ما في اي مبرر سواه، ابوه يخليه يحقد عليه ويبغى يقتله ويفرح انه قتله. تفضل. اول شيء يا بن ميكر، انا ما ادري اذا انت عندك عيال او لا، بس تفكير الطفل مو نفس تفكيرك. يا سلام عليك، بس شكرا. الو طفل لو يقول لك ابي حلاوه تقول له لا يضربك، لان هذا اقصى شيء هو يعرف ان انت ممكن يضايقك انه يضربك. طفل ما فكر زيك، ما فكر في عواقب، ما فكر انا قاعد اسوي صح ولا غلط، ابي الشيء ابي. فانت ما بالك ان ابوك كل يوم يضربك ويطردك في الشمس وانت عندك حساسيه، وهذا الشيء قاعد يزيدك ضرر وياثر فيك. الطفل مو زيك طبيعي، يعني انت تفكر بعقلانيه بعقل كبير، عقل تربوي يحطه في الزاويه، الا ما في شيء اسمه حطه زاويه للطفل، هذا غلط. هاي مهما قالوا لك هذا شيء، لا هذا يعلم، لا والله هذا يعقده، هذا اللي يجيب له المرض، هذا اللي يجيب له ال- الخلل اللي في شخصيته، هذا اللي ما هو عارف هو ايش يبغى اصلا، اللي شوي يقول اوه مدري ايه، شوي يبغى يقتل شوي. هذا بسبب ان اقرب الناس لا ما يثق فيهم، اقرب الناس فهم معذبينه، الشخص القريب منه مره هو سبب معاناته في هذه الحياه. ف انا ما اشوف يعني ان كلامك صحيح ابدا، ما هو شيء عادي ابدا. في نقطه يا شباب بس اللي بنضحها، انا الحين لما اقول لك انت طبعا تحكم على احد، شوف ذا مو معناته انه لا خلاص حقه راح يدمر ويغلط ويسوي. هذه النقطه، هذه النقطه نتكلم انه غلط عند شيجاراكي، هذه النقطه اللي كانت عند غلط شيجاراكي، انه سمح لنفسه انه بعد ما عانى هالمعاناه انه يروح يدمر ويعافس. طيب في ناس ابرياء برضو في العالم ما لهم ذنب، اذا انت ضحيه فليش تخلي هالناس ضحايا بالنسبه لك؟ هذا الخطا اللي انا اشوف شيجاراكي قاعد يعني يسويه. بس اتكلم انه ليش هو سوى هذا الشيء، اذا عرف السبب بطل العجب، هذا اللي احنا نتكلم عنه. فانا ما قاعد اقول لك لا والله، يعني انا اشوف واحد يقول يقتل يسرق يسوي زي كذا يقول لا 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 يا جماعه لا لا، خلينا نشوف ماضيه اول بعدين نحكم. لا هو بيتعاقب، لازم يتعاقب، هذا الكلام منتهي منه، ما في نقاش ولا في احد يقدر زي كذا. بس انه اذا انت عرفت السبب ليش سوى هذا الشيء، ليش فعل هذا الشيء، ممكن هنا تقول اوكي ترى ذا، وممكن تقدر تعالج المشكله للمستقبل، انه ما حد يطيح في هذه المشكله مره اخرى. اذا انت عرفت الاسباب اللي دفعت الاشخاص انه يسوون هذا الشيء، ليش سووا هذا الشيء، عشان انت تقدر تتفاداها في المستقبل. هذا الفائده، يعني انه يعني لازم تتعلم تشوف قبل عن ذا. يعني مثلا الاب صراحه اكبر غلطه سواها انه ايش، يعني انت متعقد من حركه او صاير شيء صار لك من قبل، تروح تعقد ولدك من شيء انت متعقد منه، ايش دخل ولدك؟ ترى ولده بعد قال، وهذا كان تعزيز كلام احمد، قال حق الام الابو يكرهني. ايوه قالت له ما يكرهك، بس سبب عقده عند الاب، سبب عقده عند الاب اي خلاص هو يكرهني. ليه؟ لان يضربني يسوي. وده ليه شفت ضرب البنت؟ البنت من الخوف قطعت اللم كلها على شيجاراكي. يا سلام عليك. هو شو يسوي؟ طيب هو طفل بالاخير، يعني انسان عقله ما نضج، ما يعرف يفكر، صحيح ما يعرف يفرق بين الحلال. رايكم في حقارة هنا مدي هنا مدي هنا كان اختي إيه. ترى جات اعتذارت له، يعني ما هي كانت هي خايفه، بس خايفه واضح انها انطقت، واضح إيه. انها عضت الارض بعدين جت حشت، لان ايه اللي جات قالت له ابي اوريك شغله، يعني ايه تبي توريه؟ ما تقدر يا ما صراحه انا ما اقدر. بعدين يعني بعدين انا ترى انتقدت في اللعب الاكشن، انت ما تبيهم يشوفون شيء، خاشه عندك ليه؟ اطلق انت اصلا متعقد، انت متعقد من امه، ليش مخلي الصوره عندك؟ واضح انه يحبها، يحبها بس انه بغض النظر، ما الوم طفل ليش تشوف، ليش تدخل، ليش مخلي الباب فاتح؟ صحيح. أنا صراحة ما ودي أتناقش أكثر في حقه بالنسبة لي، فشوي تناقشوا عادي، لأن أبي ودي تشوفون رأيي. أنا ودي أقول شيء، أنا ودي أقول شيء. بس عندي سؤال لكم قبل أن تقول شيء. ماشي. تشوف الحلقة تستحق حلقة الموسم بالنسبة لك؟ إيه. وأبي قهوة. حلقة الموسم. يا أبو خليل والله إني قاعد أدمع ومنصدم وقاعد أبتسم بنفس الوقت، ما أدري شو أسوي.
منصدم والله يا هي لقطة. والسنة انه بس يوم بس يوم مات يوم مات انسل بس انصدم. إيه حلقة الموسم قوية موسم ممكن قوية حلقة الموسم السنة احد اقوى حلقات في الموسم اي اتفق لكن اقوى حلقات الموسم لا طبعا الى الان انا مع راشد لقطة حلقة قوية حلقة فيها ضحك وفيها بكاء وفيها مشاعر كل شيء لكن حلقة الموسم لا تحتاج مقاومات اقوى من كذا يعني انا متاكد ان الحلقات القادمة اقوى ايه ما عندي مشكلة لكن الحلقة اللي تلمس مشاعريا هذه مو بتصير السنة وبس هذه بتصير المواسم كذا حرفيا صراحة والله شوف انا اشوفها من التوب 5 الموسم اي مو التوب 5 هذا الموسم تنحط الموسم والسنة نحكم للانمي نفسه للانمي نفسه لا نتكلم بالنسبة للانميات كلها من التوب 5 التوب 5 لا الموسم هذا بس مش السنة يعني ثلاث شهور ذي بس ثلاث شهور هذه انا اشوفها يستحق يكون من التوب 5 اوكي انا ما تبعت بروتو ما تبعت سلايم انا في اشوف سلايم يعني بروتو والله غلطتك في حلقات توكيو ريفنجر في حلقات جات حلوه طوكيو هذا طوكيو اي ففي في يعني في منافسه كينغدوم يا رجل اي يعني بتحط هالحلقه فوق حلقات كينغدوم معليش يعني الى حد الان اي الصراحه عشان كذا صعب تكون حلقه الموسم صح. لا حلقه الموسم هو الى حد الان هو يشوف حلقه الموسم والله العظيم ان الحلقه قسم بالله ابى اقول شيء ابو خليل تمام تسلم الاب يوم كان صغير وكره الام امه لين ما كبر ما عندي مشكله بس انه المفروض انه يفهم انه خلاص هذا شيء لمصلحته او انه الطريق ذي خلاص انت كبرت عقلت ونضجت وصلت مرحله جبت عيال وجبت ذا وعيلت وصرت كبر حمار على قولة اوياجي كبر حمار ايه لكن شوف شلون بيوصل لك الكاتب انه في عقد صغير عندك انا اضمن تكبر معاك ايوه تكبر معاك هي العقد دول اللي تكبر معك الناس يشوفونه تافه يمكن بس انت عندك شيء قوي شيء صعب اسال الله يحفظ لك ويجي بس امين يا ربي والله كلمه اسطوريه اللي يقولها لا فعلا والله العظيم في يعني اشياء عندك يا راشد يا ابراهيم يا احمد كنا تافه عندي انا بس عندك شيء كبير صعبه انت تخطاه أيه. المشكله ليش عقده لانه صارت لك في لحظه ترى حتى لو انت كبير حتى الحين انا ممكن يصير لي شيء يعقدني باقي عمري ليه لان شيء اثرني في لحظه ضعف لحظه الضعف دي يعني الطفل هو اوريدي ضعيف انت قدام وجهه غط وجهك وافتح يخاف وانت قدامه هذا انت قاعد قدامه سوى له كذا خاف ما بالك انت لما تسوي له شيء يضره وينتهي يعني انا وانا صغير قمزه واخوياي شيء بسيط يعني بوشه ولا شبك قمزت انا وجي يطيح على راسي اظرني فقدت اظرني راح المخ ينطق على راسي لكن بشكل عام الى يومك اخاف من المرتفعات اخاف ارقى سلم اخاف ارقى سلم يعني كذا انت سوداوي لا يا جماعه فعلا ترى في اشياء بسيطه في اشياء بسيطه تطلع على الاله ذيك لا لا لا, لا في اشياء بسيطه يعني فعلا عندكم انتم بس انه صعب علي انا فهذا اللي بوصل الكاتب شيء عظيم عشان كذا سنبدا من البقعه ذي من هالطيحه قال لك راح المخ راح راح تاخذ جزء من مشاعرك لما تعرف التاريخ والماضي تعذر الشخص طلع الرجال طاح على راسه ففقد لا تشرفون يعني ايه انا كنت اول كنت انا الوم زعزعه خلاص لا تلوم احترم راي التبن قلت له قول قبل فتره خلاص يا ابن الحلال راي خلاص اي شيء ما يعجبك ترضى شباب خلاص يا شباب طاح على راس الرجال لا حد يلوم على السوداويه والذيفه يعني انا صراحه يعني كنا شاكين فيه ايه قلقانه بس لا بس الحين خلاص كل شيء منطقي عين كل حاجة صارت منطقي الحين عرفنا ليش تتفق وتعارض نفس اللحظة يقول لك اي انا الوسيلة انا نفسي توعي الوسيلة تبرر الغاية يا زعزعة زيها هذا عالي ترى مو بس يعني مو بس هو في الحلقة هذه حتى سبينر لاحظت انه كان يعني ترى صار شرير لانه كانوا يتنمرون عليه صحيح اوه عاد هذه تسبب التنمر ذي بحد ذاته تقلب النملة جد يا أخي في
في الثقافة اليابانية يا أخي أحس التنمر عندهم هذا مصيبة. يدرس يدرس مدارس. أحمد إيش التنمر في الثقافة؟ في العالم كله التنمر موجود. ما عندنا تنمر. والله. لا والله بخليل. أنا قد كبر الباب لا تنمر علي. وأنت صغير تروح تجيب أخوانك ويا عمك تضربون لا تكذب. هذا اللي نسويه. تتكلم عن نفسك. عندنا تنمر. وكل الناس زي كذا إيش فيك؟ ما تنمر. واحد يتنمر طيب يروح البيت يجيب أخوانه ونضربه واليوم الثاني يحترم نفسه. تنمر طيب. يوم الثاني هو يمسك صديقه. حسب كل الناس عاش نفس طفولتك يا واد. إيه ترى أنت نفس ريدز طبعا شو اسمه. هذا ريس ديستر خليل هذا احمد يجمع ناس غير يطق العالم ما مو كل الناس زيك يا احمد في ناس عادي يتنمر عليه ما ما ما, ما يقول لاخوانه ولا يتكلم عادي جدا ما يطق بخليل زي توايس انا احب اصدقائي صحيح والله انه منحوس بس انه رهيب اقسم بالله والله الحلقه الماضيه قدرته شوف قدرته من قدره تافهه شوف شلون صارت والله يا حراي جامد عشان كذا نقول ما في قدرة تافهة المستخدم هو اللي أحدكم فاهم قدرة ريد ديسترو تضخيم تضخيم أي ضربات يطلقها وأي مشاعر أو كذا كله يقدر يضخمها زي شيء فاهم اللي إحنا ما فهمناه إيش أسألكم أنا الشيك لا ما دامك حطيت انطباع نفس فكره التكديس اي نفس التكديس بس انه نفس فكره التكديس بس هو ياخذ الحاجات السلبيه حسب ما فهمت ايوه بس اي مو بالحاجات يعني السلبية. القهر الهام الزعل الضرب اي كله ياخذه يقويها او يقدر يسوي منها ضربه يعني اللي كل حياته نكاد هذا جيجي لا تكذب يعني هذا شقراكي هذا شقراكي اول فول هام ايوه يلا الفرهم هو الضربه اللي ضربها هي الشقراكي ايش كان اسمها ايش كان كان فيها غم او هم او شيء زي كذا غم او الهم اي اي كان فيها شيء كذا مغربي يقول تعمد يتلقاها عشان يلمسني يا الله والله شقراكي خبر هو طبعا يقول لك احيانا لما انت توصل لمرحله يمكن في اكثر من جابوها على فكره انه لما تكون في اسوء حالاتك تكون تركيزك عالي لابعد حد ممكن وهذا اللي قاعد يصير مع الشقراكي حاليا انه في اسوء حالاته خلاص يعني منهك متعب بس انه تركيزه يكون في افضل من اي وقت كان وهو يقاتل شوف في مع انه متقطع من ضرب كذا ويتحرك بسرعه وكذا في اجزاء من الثاني هو يقول حتى شقراكي قال انا كنت يعني احس تركيزي مره عالي جدا الشغله الثانيه ذكريات ليش نساها تعرفون لعب فيها الفروان لا العالم او الصدمه يا صدمه والعالم الصدمه نجاته هذا طبعا ما ذكرته في الطبع نسيته ثاني اتذكر اي صح لانه هو قال هذا فعل شيء شرير هو كان يركض وفاري كان هو يظن شرير يلاحق ولا سوى شيء فمخه ايه صح مخه صنع له هذا الشيء انه هذا شيء من فعل شرير مو من فعله هو مو هو اللي سوى عشان يوم كان ضم الكلب كان يصيح ومات فيوم جات اختها خاف قال انت جاي تعتذرين لي كان يلحقها وكان يقول فكرتها بفعل شيء شرير ترى تذكرها الحين ترى قاعد يتكلم كان يعلق على الموقف هو الحين ترى جايبين فلاش باك وتعليق حالي في المستقبل بالمانجا ما راح افهمها يعني لو ذا ما راح بس طيب. والله العظيم حلقة 10 ما ادري الصراحة حقت ابو خليل صراحة جميلة هذه كنت بتكلم انطباع نسيتها الله يجزاني خير نايس انا مسوي اعداد شوف ها تعبان عليه انت اصلا متاخر خير من لا تصل قلت انا قلت اوه نسيت اقولها في الانطباع شكرا ابو خليل انا كان مرتبط علي لخبطتني للامانة بس يعني انطباع ترى ابو خليل ياخذ رؤوس اقلام وينطلق ايه هذه الفكره ونسيتها لان انقطعت الكاميرا على الضجه خلاص طيب نكتب هذا القدر من انمي بوكو هيرو اكاديميا نروح حق الانمي اللي بعده اللي هو توكيو ريفنجرز شايفين انتم شباب انا ما شفته الصراحه جيت بشوفه بس ما بدا انا شايفه كل اسبوع اقول لك يعني لا والله ابو خليل لا 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 اصبر والله مضغوط يعني اليوم ضغط اليوم شفت اليوم ضغط ترى توكيو ريفنجرز لازم اليوم السبت لا تقول لي مضغوط لا اصطرك اي بس انه توي يعني ها يوم جيت بشوفه اكيد انا مخطي بس شو اسوي ادري يعني حلقه مو بمره قويه على الكلام اللي جاي صح مو مره قويه ايش مره طيب يلا
حياك الله حياك الله. بس احنا بنجي نتكلمون بعده داي برضه ما انت بشايف كايجي بخليك كايجي كايجي بعد ما خلص الانميات يبي ما نتكلم عن اول شيء الانميات الاسبوعيه كم بقى اذا بترجع بتكلم اذا ما انت براجع ما بتكلم كم بقى كم بقى وصلت باقي اربع اعمال احنا باقي لا اربع اعمال لا وش الاربعه بروتو طوكيو كاي مو كايجي طوكيو داي داي وش الرابع شرق النتسكي ما شفناه لا صدق حتى شو ما شفناها هو شو ما شفناها ثلاثة عمال يلا يلا خلاص حياك الله مع السلامة ترجع ايه اذا ذا ذا واذا ماذا ذا وش ذا يعني يعني مع السلامة مش خطة 4 2 2 2 دي خطة 4 5 1 يا رجال يعني 4 2 2 يعني هو خلطته زايد لا يعني اشيلك الحين ولا اخليك في الشاشه لا لا انا بطلع وباجي بعده اذا بتكلم طيب الله معك حبيبي يا هلا نورت نورت هلا هلا اوكي احمد اليماني شلونك يا عيوني تفضل نبدا فيك في توكيو ريفنجر ايضا طوكيو ريفنجر الحلقه بدايتها كانت غريبه شويه خلي المشاهد اللي من الحلقه اللي راحت كلام ان يعني كل واحد جابلك انه يشكره بطريقته الخاصه دراكو ان شاء الله بيته قال له انا انت اول واحد بعد مايكي يدخل هنا وانا شكرا لك انا فعلا كنت ابو مايكي يقتل كزتورا ولذلك ما وقفته شكرا انك وقفته وما خليت مايكي يقتل ونفس الشيء القائد الفرقه الثانيه اللي قال له تعال بعطيك ميتسويا اي الخيار يعني كل واحد يشكره بطريقة بس الباقي أنا أشوفه أنا قلت أتحدى هذا احتمال كبير يطلع فيلر ما يطلع حتى من القصة اللي هو الموعد حق بس لهم الكشف الحقيقة أنه هذيك البنت اللي مع دراكون أخت مايكي بس أما الباقي كله ممكن كافية في نقطة مهمة في نقطة مهمة نهاية الحلقة إيه متى ذكرت قبل لما قال شو اسمه ما دراكن ان تحت التومان ما فالهالا وصار رئيس بس هذه كانت لما كان رئيس ايه مو هنا الصدمه هنا الصدمه ان حاليا راح تتحد بدون ما يموت كازاتورا لان كيساكي الى الان موجود في تومان وعارفين انه هو رئيس فالهالا وجاء هنما عاد اسمه هنما جاء أنا انه هو الرئيس انا اشوف انه هذه النقطه بالذات انه هن ما يعني مايكي ما يدري ان كيساكي له دور الموضوع اي كيساكي نائب باجي وش اسمه وتاكيميتشي يعرفون الحين يعرفون بالذات شو اسمه اللي هو خوينا تاكيميتشي مايكي ما يدري الحين انا اشوف الواضح لي ان فالهالا او ذا جاء له وقال احنا بنتحد معكم خلاص احنا هزمنا وزي كذا بنتحد معكم بخطه من كيساكي نفسه اي فهمت علي؟ تيتا ما قال ان انا بذا الشيء ولا قال ها تعال خلنا ننضمهم معنا ولا شيء لا اتوقع ان ذاك هو راشح قال خلاص انه بيك انت قائد نعترف فيك كقائد نبي ننضم تحتك وزي كذا او يمكن حتى كيساكي لاح لوحه زي كذا هم كلموني يبون ينضمون ايش رايك نضمهم ندخلهم زي كذا بس الغريب ان دراكن ما قال شيء في الموضوع وحين ردة فعل الجميع يعني بعد الضراب والقتال تدخلهم معنا شلون ليش مايكي لحد الحين ما يعني اللي قبل كان ممكن يدخله لانه خلاص ما عاد تفرق معه وعاد يهمه خلاص دراكن سجن كزترا مات نفسيته متدمرة شخصيته راحت فيه بس حاليا انت صاحي شلون هذا الشيء خلاه يضم هذا كلام انه انضمت رغم انه تغير الماضي عندك فكرة أحمد عن الموضوع؟ ما راح يوضح شيء إلا في الحلقة القادمة بس أنا أعتقد إن شو اسمه كيساكي هو اللي مقترح على مايكي ومايكي ما عنده أي سبب يقول له لا لأن إحنا تونا خسرنا رجال في القتال وهذول بيعوضونا خسرنا باجي خسرنا نعم وخسرنا أقوياء وذول أقوياء بدل ما يروحون عصابة ثانية ويجون ينتقمون بس خلنا ناخذهم افضل لو ضموهم يعني لازم من ممكن يخلي قائد فرقة ممكن يمسك قائد فرقة باقي يكون مثلا الحين كيساكي عنده ثالثة
وهذا يكون عند الاولى مثلا فيعني يبدوا يتوغلون شوي شوي واعدادهم كبيره لا تنسى ترى يعني فرقه كيسكي 50 وهذا فرقتها هذا كانوا مية بس انه يمكن ما يدخلون 100 منهم او 50 نفس الشيء ما يدخلون 100 100 كتابع فرقه ترى شيء كبير صحيح كان فرقه داخل فرقه فمو شيء بسيط يعني والمعروف انه خلاص اتوقع الحلقه الجايه ذا فاينل صح؟ اتوقع ايه فاينل سيزون بتكون يعني هو اساسا يعني كل التمطيط اللي صار في هذه الحلقه انا اتوقع الحلقه الاخيره ينهي ايه نهايه وسخه في الحلقه الجايه يعني واضحه ما يبي لها نقاش على كل ما صار شيء كثير في هذه الحلقه فما راح نتناقش فيها كثير كالعاده فانه انتهينا من هذا الانمي هذا الاسبوع انمي توكيو ريفنجر الانمي كان حافل الامان هذا الموسم اغلب حلقات بس حلقه الاسبوع هذا كانت مره يعني ما صار فيها شيء كثير مش ولا بد اي نستنى حلقه الاسبوع الجاي طيب نروح حق انمي بوروتو حاليا وبعدين اخر شيء نخلي داي نختم فيه الانميات الاسبوعيه انمي بوروتو طبعا الاسبوع هذا الامانه من حلقه يعني نقدر نقول من حلقه 200 وكان 12 او 13 بدت هي من 204 بدت الاحداث يعني تولع 203 او 203 بدت الاحداث تولع بس تجي حلقات كذا شاطحه حلقه حلقتين وبعدين يرجع حلقه شاطحه حلقتين بس جت شاطحه يمكن من 203 والباقي كله إيه. قاعد يمشي في احداث المانجا وبشكل رهيب حلقتين جت بس يمكن شاطحه غير كذا قاعد يمشي احداث المانجا واحد بشكل رهيب وجميل جدا صراحه ممتع جدا انا احسن شيء عجبني واكثر شيء عجبني ان كايشين كوجي هرب شبيه صاحبي كنت خايف انه يموت حاجه جماعه شفت الحلقه يا احمد صح ركب اي نعم او ركب الضفدع حط رجله هرب اشوف والله يا اخي ما شبعنتها ولا ما يصير بس وين راح في هذا السؤال طبعا ما راح كنوا اللي وضح لي عجبني في هذه الحلقه اكثر حاجه الامانه ساسكي يعني لاول مره يعني مع اني انا حبيته ترى من بدايه بورتو قاعد احب الشخصيه تغيرت لكن في هذه الحلقه لاول مره احس انه ساسكي فخم بكل ما تعنيه كلمه معنى احمد تخيل ما بخليل يقول في الرياكشن والله شكرا ليتش انك خليته حي صحيح والله شكرت ايتشي يستاهل والله يستاهل يعني ايتشي يعني سوى شيء الحين استفد منه اخيرا ولا قبل ما منه فايدة بس رايك بالسؤال حقه حق بوروتو انه يتساعد موت إيه. قال ليش اساسا بعدك ناروتو ترى نفس سؤال ناروتو له يوم قال له لو سيطر عليك ايش بتسوي فنفس السؤال اللي هو سأله ساسكي هل انت مستعد تموت للقرية هنا ما جابلك جابت شو اسمه ترى بوروتو جابلك ايش قال بس جابلك ساسكي هو يستمل يعني يستل حديثة صحيح شوف للأمانة يعني أنا أقول لكم شباب أجاوبكم بكل صراحة يعني ما راح أجامل في بوروتو وأنا أتابع في البداية يعني بداية الحلقات وحلقة فيكتور الرابعة ذيلا قلت يعني وش المبزرة ذي مو بس كذا قلت يعني أنا يبون شي يشوفون في بوروتو الجماعة أوكي أنا ما قاعد أقول إنها حلقات سيئة بس ما كانت حلقات قوية ما كانت حلقات يعني تخليني أتحمس أقول الأسبوع الجاي بجي أشوفه لا وقف العمل عادي الأمانة أتكلم بكل صراحة يا شباب ما حد فينا واحد يزعمني حقين بوروتو الحلقات اللي فيها فيكتور والمصنع حق البايخ هذا والأمور ذي بس هذه كانت كلها بناء للوصول للحدث الحالي وكان فيلر مجبر عليه الكاتب يمكن بعض يعني أو مش فيلر يسمونها كانون أو شيء زي كذا إنه يعني يطول عشان تقدر المانجا تبعد شوي ف يعني يعني كذا بس الحين انا استنى كل اسبوع تجي حلقه بوروتو مثل تجي حلقه بوروتو بشوفها اعطيك خبر مفرح إيه؟ اكثر من الاحداث تصير قربت حلقه ماسك فيها كيشيموتو بيرجع هو كيشيموتو إيه؟ راجع بالمانجا إيه؟ بس الفصل اللي هو بدا يمسك فيه قربت يعني هو الحين قربنا من شو اسمه طيب خلينا نسال انتم يوم رجع كيشيموتو يكتب فرق شيء انا بالنسبه لي فرق شيء واجد انت احمد حسيت فرق بدون ان تقول اي او لا افضل او اسوء هل حسيت بفرق ولا لا بس انا لا انت ما حسيت بفرق لا وانت ولا دريت ان لا رجع الا من هم لو تدري انا ما ابغى اقول لك كيف حسيت لان بقول لك كيف حسيت بيعتبر حرق اي لا انا ما اقول لك بس انا عن نفسي لا حسيت بفرق حتى انشف ولا راح اقول لك متى راح تجي حلقه اللي هو مسك الانمي فيه العمل فيه بتشوفك انت هل انت لاحظتها ولا لا أوكي. هل انت شفت لاحظت انت راح تعرف بشوف بيجي بيتاشي هو
هذا عادي نحرك عليك. اي هذا عادي هذا بيرجع. انت تدري في الفانز سووا حلقات زين ان ساسكي يعرف شو اسمه ساردا على ايتشي مو سوى فلاش باك حق بوروتو ورجع الماضي فجابوا لك انه سوى زي ايدو تنسي ورجع بس كل الرسم فانز يعني سو كذا اخذ ساردا رجعها الماضي خلي تشوف عمها كيف كان شنب كيف كان رجال كيف كان ذيبان. شوف للامانه يعني لوكيتسكي بشكل عام صراحه جامدين. جيجن يعني قبل كان فخم بس حاليا مع ايشكي والله يا فخامه اقسم بالله فخامه. على فكره انا قلت نقطه وتناقشت وفي ناس زعلوا مني يوم قلت ان لوكيتسكي يتصرون على الكارما او الكارا الكارا قلت الكارا الكارا اي الكارا اسمه الكارا. انا قلت يا شباب يا جماعه الخير قلت لكم المعضل الوحيد في هذه المجموعه هو ايشكي او جيجن هو المعضل رقم واحد. اوكي هذا معضل ما نختلف على هذا الشيء. بالحاله يمكن يمسح 2 3 4 5 من الكاتسكي ما عندي اي مشكله بس ما تقول انه يقدر يهزم الكاتسكي كلهم. اللي في الكارا يعني باستثناء يعني بورو كاشيكوجي انا ما شفت البقيه بس احس انهم سيئين. ما شفت البقيه يعني كاشيكوجي يعتبر يمكن معضل بعد جيجن بورو ايضا يعتبر معضل اما البقيه مش مره. وبرضه بورو انا اشوف انه سهل على اي عضو من الكاتسكي يقدر يهزمه وجهه نظر شخصيه واحد من الكاتسكي يقدر يهزمه. لكن المعضله الكبرى هم بالنسبه لهم جيجن. جيجن بالحاله او الكاتسكي هذا او ايشكي هو المعضله العظمى بالنسبه لهم. فلو كان قتال بين الكاتسكي ايشكي ايشكي حينهزم لو كان الكاتسكي بس كان يا الكارا يعني الحين بدي اتغير رايي. بالحاله يقدر يهزم صحيح يقدر الحين بهالطور بالحاله يهزم الكاتسكي كله. لا بالحاله كله ما يقدر. انا اتحدى يقدر بالحاله. ابراهيم هزم ناروتو ساسكي سوا لين عرفه والجيتسو حقه وترى بالجيجل ما بعد يطلع كذا فيه يعني قابل كاسكي بالجيتسو حقه ايش قال عن ساسكي هو في الحلقه الماضيه قال ايش اسمه رينيغ اللعينه ايه طيب ايه هناك بين موجود في ايتاشي مستخدم الشرينجا موجود مو قال رينيغ عشان الرينيغ نفسه مستخدم عشان خاصيه ساسكي في الرينيغ. وش كانت خاصيه بين الرينيغ شو اسمه تبعد بس تبعد اللي هذيك التقنيه اللي تقرب منه تغيرك عنه مضيات اسمها ما هو زي ساسكي ضربه الهواء حقت بين ايوه ضربه الهواء. ميزه ساسكي يا حبيبي اللي هو الابعاد اللي هو التبديل ها فرق ترى هذه ميزه العين حقت الشخص مش ميزه طيب مش انها رينينج. انت كان ترى في ايتاشي في الكاتسكي في اوبيتو في الكاتسكي في عندك بين في الكاتسكي في عندك كيسامي في الكاتسكي في عندك اللي ما يموت ذا ابو منجا في الكاتسكي عندك كاكازو عندك دايدرا عندك شو اسمه المستخدم الدمج كان اسمه ساسوري في اعضاء مجانين كونان موجودة. يعني انا اشوفهم لو كلهم ضد ايشكي شوف عطني 2-3 ضد ايشكي ممكن تصل عليهم بس كلهم ضد ايشكي ينتصر عليهم والله معاصي معليش مع حب واحترام الايشكي والله معاصي يفوز عليهم هم معاصي على رغم القوة اللي عندهم والتعضل اللي عندهم ما يقدر يفوز على الكاتسكي كلهم. اوكي الكارا ممكن كلهم لانه جيجا موجود ايشكي موجود ويا 2-3 يقدرون يقومون بالواجب هو بالحالة يقدر يستلم الاربعة خمسة لكن تقول لي كلهم على ذا ما يقدرون عليه لا والله معليش انا اشوف يجلدونه ما درى ما لو بحس من الكاتسكي كان حتى الكارا جي معليش يعني لا معليش والله ايشكي قبل ما درى والله مع كامل انا اتكلم عن الفرقه كامل ما اتكلم عن واحد ضد واحد هيك مو ما درى في الفرقه معني ما درى ضد ايشكي وخل باقي فرقه تطاقق لحالها لا بيفوز ايشكي الكارا يعني الكارا كان فيه واحد اسمه فيكتور ما في قاتل يا جماعة يعني ركزوا معي شوي اوكي انا ما اتكلم انت قل لي انت واحد ضد واحد اجمعك ايش كيف ينتصر على المدرة جدا شخصية هذه الحقيقة زين بس اتكلم عن الكارا واتكلم عن لكاتسكي الكارا ترى فيها واحد اسمه فيكتور ما عنده سالفة ما عند امه سالفة في اشخاص ما ادري عن ذي دلتا
ما عنده امها سالفه والله قوتها رايحه فيها يا جماعه. وهذاك اللي المهيطيه اللي موجودين ما في ناس كارس سيئين ما ادري اقول لا الا والله قوي. اوكي في واحد اسمه معضل اسمه جيجن او ايش كي هذا سوبر سوبر عضل هذا حقيقه هذا الوحيد اللي يرفع اسهم الكاره بالنسبه لي. البقيه معليش انا اشوف الكاتسكا افضل منهم هذا حقيقه برضو ما اقدر اقول. حتى كايشين كوجي مع انه قوي ومعضل بس اشوف في بعض اعضاء في الكاتسكا اقوى منه. فانت لو تقول لي المجموعتين ضد بعض وحط مدره مع الكاتسكي والله الكاتسكي ينتصرون وانت مقمص معليش يعني. لكن واحد ضد واحد ايشكي يهزم الكاتسكي. اي واحد ضد واحد يهزم اي واحد اللي كان ضد اثنين ممكن يهزمون برضه. واحد ضد ثلاثه على حسب الثلاثه يعني. بتقول لي مثلا اوبيتو ويتاشي ومادارا ضد ايشكي بتقول لي ما يقدر ينتصر عليه. لا انا اشوفه قويه صراحه. من مين؟ مادارا واوبيتو وايتاشي ضد شو اسمه ايشكي ما ينتصر عليهم ما ينتصر عليه والله قويه. انا اشوفه قويه يعني انا اشوفه قويه. ثلاثه ضد واحد ثلاثه من اليوتشيها ما يقدر عليه والله قويه. هذا وجهه هذا اليوم انتم احرار طبعا انتم كيفكم راحتكم. بس واحد ضد واحد ينتصر على الثلاثة كلهم قدام الثلاثة كلهم ويأكلوا واحد ضد واحد يشكي هو المنتصر بلا منازع. أنا أشوف وسلاماتكم يعني حابين أتناقش هذا الموضوع وخلص من البرتو. باقي شيء تقولون تضيفونه شيء؟ لا أنا ما عندي شيء فيه. أوكي ونيذر مي خلاص أنا أصلاً كذا بستأذنكم خلاص وصلت أنا بروح أقعد عندي دوام الساعة 7 الصبح. الله يوفقك يا صاحبي. ما دوام 7 الصبح ما قصرت بيض الله وجهك يا بعدي. ما بقعد الا دايخ احنا بعدين نتناقش شوي بعض الايميلات الصغيره وبعدين نختم ان شاء الله. حبيبي يا ويلكم يا ويلكم نورت. اي اخرناك ايوه كذا حبيبي تعتور اذا تجي بعد ما نخلص ان شاء الله من انمي اللي هو داي شجاع. اخر شيء باقي لنا داي شجاع من الايميلات الاسبوعيه يا شباب. وانمي داي شجاع طبعا اسبوع على حلقه حلوه الامانه وان كان فيها واحد يغبن. شفت هذا نوفا نوفا هذا عيب. هذا طيب يقول اسمه اي والله عيب قهرني يا اخي. شوف الهياطه اقسم بالله ما الامه ده يعني. شوف الحسن الوحيد اللي سواها فقط الحسن الوحيد اللي سواها انا طلق على ذاك الدرع ورجعه. هذا الحسن الوحيد اللي سواها في حياته كلها كلها. ولا انا بطل الشمال وانا ما اعترف فيكم وانا باثبت نفسي وانا ما ادري ما عندك سؤال يا رجال. لقمت لقمه العالمين وفضحتنا وفشلتنا وعطلتنا واخرتنا وبهدلتنا. الحسن الوحيده انك ما خليت بوبي يستخدم الحركه دي. لو انا مستخدمها كان راحوا فيه كان راحت عليهم غلطه يعني. اوكي هذا الحسن الوحيد تحسب لك غير كذا. بس هيبته هيونك يمكن هيبته هيونك انت قلتها بنفسك كل قوي في اقوى منه. الله يا شيخ اقسم بالله هذه الشخصيه مجنونه. مع انه مو البطل كذا في الجبهه مع انه مو البطل لكن يعجبني كذا الجهه دخل كذا. صحيح انت قلت كلام واحده صح صحيح كل واحد قوي في واحد اقوى منه. يخرب بيته هل انتهى ولا لا؟ والله ما اتذكر صراحه بس انه صراحه كان رهيب. بغض النظر بغض النظر علبه مويه لا ذيك مش نوفا بس نوفا 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 بعد لا ده هو نوف هو نوف ولا نوفا ولا ايش كان لا هو نوفا على اسم علبة الموية. اوكي نوف اللي هو في هاندركس. اوكي طيب والله ينكر شخصية الكاتب. نعم ترى على فكرة كنت احبه ينكر من البداية ترى من اول مرة انقذهم من فوق الصخرة يمشيلهم ويلوحهم وانا معجب هالشخصية. ويجا انقذهم عند فريزر عجبني اكثر وعند التنانين اكثر. وهنا الحين انت قلت في هالمواقف ما لها هي والله ترى والله ناسي بس قلت هذا يمكن هذا وقته هذا وقته هذا التدخل يجيك كذا بوف ويعد لا يبقى الكلمه. انا والله ما اتذكر شيء بالبقى ناسي وقال كل كبير يجي واحد اكبر منه يعني. هيبه تقطع الهيبه يا جماعه وكسر قرينه كسر له قرينه المهات ذا اللي صوت طبعا صوته صوت ايوه خلينا نسمع دم زعزع مو فيه صوته صوت نوب من انمي هانتر. وفي برضو في شخصيه قالوا لي اسمه نسيته. ليش نسيته نسيته انمي داي يا شباب. احنا انمي داي شباب كينج طبعا شباب كينج وكلنا ما شفناه اسبوع ليش. جيت يوم السبت في الليل يلا بسوي شباب كينج داي اعلنت حتى في السناب شباب كينج وكونان وكونان قصدي
جلسنا نفس المكان بخليل. ايوه وانا جاهزين. دخلت ادور حمات الحلقه بس انا ترجمه انجليزيه. نبي ترجمه عربيه ما في. طيب جيم الاحد نبي ملف الترجمه دخيل الله. جيم الاحد الصباح يلا بسوي هم ما في. مش ما كينج نزلت ما يقدر مجحفلين اسبوع قبل اسبوعين قالوا ما في حلقه بعدين نزل اسبوع اللي بعدها حلقتين. اسبوع هذا ما في ما ادري ايش السالفه فما شفنا لا شمان كينج ولا وكنا حلقتين مع بعض اريح بنجمع حلقتين ونشوفها مره واحده خلاص. وشمان كينج ايضا نفس حلقتين مع بعض ونشوفها ونخلص. فنعتذر ممكن ما شفنا اسبوع مو معناته احنا وقفنا اللي هو اللايف حقها لا بس انه عشان تاخرت فقط ليس الا لا اكثر ولا اقل بسم الله. حتى انت غررت في تويتر في سناب انستغرام. يا جماعه ترى انا والله اتفاعل في شغلات كثيره اذا في شيء تاجل في شيء زي كذا تجيبني دائما اعلن في سناب في انستغرام في تويتر. المشكله يعني الحين مثلا كنا انا قايل في سناب والله قايلها زين ويجي واحد في سناب بعد يومين يسالني ومتى كنا المدير قايلها في السناب ورا ما تشوف السناب او انه يسوي سكيب ولا انه ما يتابع سنابات. ما احنا يعني لا ثلاثة لهما جزاك الله خير الله يسامحك اي كان الشخص يعني. بس انا ترى انا اعلنها في تويتر في سناب في الانستغرام دائما اعلن اذا تاجلت حلقة حتى لما يصير بث يسوي قبل بث اي تويت او كتويت ف اللي يبي يتابع ما يتابع براحتك بعدين تقول ليش انا ما شفت ليش انا ما سويت وين اللايف وين اللايف تزعلون علينا وين انطباع مباشر. طيب نكتب هذا قدر من داي نستنى الاسبوع الجاي. طبعا ما ادري ايش عندك تعليق شيء في داي قبل نختم. لا والله الى الان ما اقدر افكر بشيء. انا انتظر تبدا الحلقه الجايه لما تبتدي المعركه صح. تعرف مين بيقاتل مين؟ طيب الحين توقع هم خمسه هنا موجودين مين بيقاتل مين؟ عطني توقع لك. شوف اتوقع بدرع اساس يكون تحدي تحدي صعب يكون على بوب. طيب انه بوب يقدر يتعامل مع شخص يقدر يرد قوته يكون قتال وتدريب نفس الوقت. الملكة اللي بتعتبر اقوى واحدة فيهم لش اسمه لداي لداي اوكي عندك القلعة كروكوداين هذه واضحة ترى ايه. ما يحتاج كروكوداين القلعة مين باقي؟ باقي الفيل وباقي هيم هذا اذا ما مات عاد ما مات ما اتذكر هيم اذا ما مات بياخذها نوفا نوفا خلاص انهزم يمكن يرجع. لا صدق باقي البنت مام مام تاخذ هيم والله ما ادري لا ما مات وهيمكن ياخذ الفيل ممكن تجي ممكن الفيل طبعا مستخدم للرح فمنطقيه تقول انه ممكن يقابله فعلى كل يلا كذا خلصنا داي ناخذ الاسئله بس قبل ناخذ الاسئله زعتور نادوا لي يا زعتور زعتور يا شتور يا زعتور نتناقش كايجي شوي كمان عن حق كايجي. لا بقوم انا كايجي بقوم اي كايجي نحكي في كايجي بعدين انميات منوعة قلتوا نحكي انميات منوعة بعدين ندخل كايجي اي كم سؤال انميات منوعة طيب خلاص اعطونا انميات منوعة يا شباب اعطونا انميات منوعة بعدين كايجي. لا ما في كايجي ما خلاص كايجي ناخذ بريك شوي. انا وصلت النهايه حلوه جميله. كم حلقه شفت؟ 9 والحلقه التاسعه كانت حلوه فبنصبر عليها لما اشعرنا اخر لاني بسافر بكره ان شاء الله انا فاتمنى انكم تعذروني يعني فعشان كذا يعني شو اسمه الانميات منوعه. اسالوا اي اسئله غير الانميات اللي ما تكلمنا عنها او انتبهوا تسالوا عن الانميات اللي ما شفناها مثل كونان مثل شمان كينج اللي ما شفناها لا تسالوا فيها شباب اوكي. ما فيني حيل والله يا كابتن بنام تعبان كأنك تشوف التعب في عيوني تشوف مو مبين. اعطونا اسئله خلنا نجيب ذا هنا ذا مزعزع مفيه ناخذ اسئله يمكن يوتيوب اثنين لما يجي زعتور سبحان نفس البث اللي راح اي صملنا احنا اثنين. طيب خلنا ناخذ اسئله من الشاتين كمان. ايها الشات العظيم اعطينا وجها. ايوه اوكي شفتوا جولدن كوموي؟ انا ما شفته. شباب شافوه؟ اغلب الشباب شافوه. انت ما شفته؟ لا
معاذ وش اسمه مشروع بس فيما بعد. معاذ وماجد وجلو ودك تتابعونها جولدن كوموي والله كثير جولدن كوموي وودا تاكسي في عندي انا برضو اللي هو جاينت كيل انا قاعد اخلص اشوف درفترز درفترز رهيب انصحك فيه حلو شباب اثنين سلاح حق كيوي شوف سؤال كيوي خلاص افضل مستعمل بنكاي في القاعدة في بليتش من يسلم ما شفت له حق بياكويا بياكويا من في حد يستخدم غير خالد بياكويا توقعوا الافضل هذا اللي شفته دقيقة في واحد يقول راشد مرات يسحب شهر ويجي شهر لا لا انا لا ما اسحب شهر لا لا لا, لا انا اغير لجات ظروف احيانا فقط ولا والله هذا اكثر واحد انا حتى لو ما في شيء اقعد برا هشام اذا جو وقت كايجي بنتناقش فيه خلينا احنا نسولف منوعه وحنتكلم في كايجي كيف طاب خاطري بالامور دي صبروا علي بس خلينا نوصل هو تريجر كثير قالوا لي عنه وفي كم واحد ارسل لي اياه ان شاء الله بشوفه حتى جلو اتوقع جلو شايف الموسم الاول لما نزل الثاني قال بعيد الاول والثاني عن الكلام اللي سمعته منه يقول لك علي جوكر مخلي الوجه عندي ولا وين لا مش عندك مو جده ولا مكه يلا مين اتوقع يلا ما نبقي لكم حتى توقعته انت بس توقع بدون ما تعرفون شو يقولون في كونان هي ميتسو كان قتال حتى الموت ايه مايتو جاي في بوابه بوابه الثامنه لا هذا ود ايسكي ايسكي بوروتو تبي تاخذ السؤال ها السؤال ناروتو بوروتو لا بوروتو لا اللي في ناروتو اوكي حلقه دي رهيبه نعم وتكلمنا عنها فما نقدر نتكلم يبي ايش في قطعه على البث الله 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 البث قطعه رجع يا شباب ايه هو ايه اللي حصل هو اللي حصل يا رجاله لا انتوا تسمعوني انا اسمعوني يا رجاله رجع البث ايوه علق مش فيه لا بيسوي زي سواه من قبل ترى تويتش طفى ما ادري عنه بس اليوتيوب شغال يا شباب اليوتيوب شغال ولا طافي اليوتيوب طافي تويتش طافي احنا شغالين يعني لازم نختم شغال اليوتيوب البث هذا ون بيز انس اوكي يقول اليوتيوب شغال تويتش تويتش يا جماعه شغال تويتش يقولون انه فصلان يا بث اللي يا بث اللي يا هو يا تويتش تويتش طلع علامه هنا لايف يا بث اللي يا تويتش طلع عندك انه لايف نو الا هذا لايف رجع رجع واو تكفل كذا يا بث والله ما امك داعي يا شيخ تونا قاعدين نسولف ناخذ نعطي التويتش رجع يا بخيت كله رجع اليوتيوب ورجع التويتش وكذا طيب بس كذا يعني زعل شوي قال اهوش لك بس لا كله شغال حاج الحمد لله رجع التويتش ورجع اليوتيوب انت يريحك اليوتيوب وخليك اليوتيوب يريحك التويتش خليك في التويتش عطني السؤال اللي بعد كايجي شباب راح اوقف مع الاسف كايجي انا راح اوقف اذا انت مستعجل حقك لان الانمي حماس ما ودك توقف تبي تتابع روح تابع تستناني انا مسافر بكره ولا ادري متى ارجع فممكن ما نرجع يا فتى شو ذا الله يهدينا سروحه زين ف ايش كنت اقول الله يكسر كرمه سولف انت شباب بس خلنا راح اطق ذا وارجع طيب نبغى نشوف اسئله ما في الا في بالنسبة. ايش طلع على كاتب كنا نرجع حاليا اتوقع المانجا رجعت اي انمي انتم حاليا احنا حاليا اسئله منوعه من كل الانميات يا جماعه فخلي الفار هناك ليش تجي هذه المشاكل ممكن علقت سيرفرات يا جماعه لا هو يزعل احيانا فصل من نفسه فصل من نفسه كذا ورجع فالامور طيبه طيب بالنسبه للكايجي زي ما قلت لكم انا بمشي بكره ان شاء الله المفروض يعني اسافر وسع شو اسمه شاتب شو فما ادري والله متى برجع يمكن ارجع الجمعه السبت وحتى لو رجعت بيكون في انميات متاخره شيء لايفات متاخره ف
فبوقف لفترة معينة برجع متى الأحد الأثنين الثلاثاء لنا عودة في كايج أكيد بس إنه بتأخر فاللي مستعجل يقدر كامل يعني كم يقدر كامل يكمل معي بعد الله في لا والله بتستناني أنا مستمتع بعد كايجي على طول راح نبدأ دراغون بول يا جماعة الخير مانجا دراغون بول بعد كايجي أنا قلت بس ليش وقفت دراغون بول لأن قلت بشوف أنمي بعدين مانجا بيصير نظام كذا بعدين أنمي بعدين مانجا كذا إن شاء الله يعني حق المانجات والأنميات مخلصة زمان وما شفناها فا اللي بيتابع معي أتشرف فيكم بالعكس أنا استمتع بالمتابعة معكم لكن اللي مستعجل حق يروح يتابع بعدين يرجع يتابع في سؤال يقول لك أبي أنمي صغير أطالع ويكون من بداية للنهاية حماس أوكي يا بخيت أنا أنصحك شو اسمه هذا ماجد داروز جيم هذا ماجد الله يهديه إي والله أنا احتريت داروز جيم طيب في سؤال كان يقول لك هذا لو يعيش في القطب الجنوبي شو بيسوي يولع ملابسه يقول لك ايش تفضل في كونان ارك العميل قرموزي ولا القطار الله يسلمكم لا العميل القرموزي افضل من القطار بالنسبه لي مع ان القطار حلو ترى بس والله شوفوا يا جماعه فتره الاخيره صار ارجع اتابع حلقات كونان يا حسين انت كويس بس ما قاري تعليقك لان انا راح حق وقت كينجدوم بس طيب رجعنا حق حلقات كونان والله يا يعني في صدمات اتصدق في احد في ارك في حلقه يمكن 172 هذا 70 هذا كلام محمد مسوي مختصر كونان الحلقه كان طلع في رئيس اف بي اي ايه على كلام اول تو راجع الحلقه وعلى طول سلي اياها اكاي طلع في الحلقه ايش سوى كونان غطى على هيبر عشان ما تشوف اكاي ما يبي احد يكتشف ما يبي هيبر تشوف اكاي فاهم شوف لاي درجه يعني الوضع في كونان شيء مو طبيعي والله جالس اسولف معاه يا اخي اعطاني اشياء حتى سواساتك هي ليش كايتو كيد نحط في ارك القطار ايش الهدف من وضع كايتو كيد في ارك القطار وهو ارك المنظمه السوداء ها ليش ليش الكاتب حط كايتو كيد في ارك القطار عشان يساعد سينجي ليش ايش الهدف من اقحام كايتو كيد حرامي مجوهرات في المنظمه السوداء هو شغلتين الاولى السبب اللي جانا انه مدين اللي كنا من قبل ترى حلو بس كنا ما كان يدري انه موجود واكتشف القطار اي فهو مدين فزعل جاء فزعله يعني وهذا اللي ذكرنا فزعله ليش يا اخي منظمه معضله شوف هو في اكثر من سبب اول سبب ان هذا القطار صار استثناء راح ينطلق مرتين في السنه اخو جاي عشان يشوف القطار ايه وشلون اكتشفه كونان لما المتنكر بالعجوز شغل سيجاره دخان ليش شغل انتم كلكم كنتوا في جريمه حريق فالوضع لازم تكون خايفين من النار ومكان ضيق فممكن اي لحظه تطلع شراره ما دام صار زي كذا لا اكيد في واحد متنكر واتضح ان العجوز صار كايتو مع خويه طيب لو لاحظنا دائما يسوي شو كايتو كيد ايش فائده الشو اللي يسويها يلفت انظار مين المنظمه السوداء عرفت اقحامه هنا تعمد الكاتب اقحامه على اساس يكون يعني لو صارت صراع في الاخير راح يكون كايتو مع شو اسمه مع كونان مع كونان نفس الكلام يعني توقعت طبيعي يعني لان ذلك فريق معظم المنظمه فلازم يجمع له المعظمين اللي وياه يجي على شو اسمه المحقق الحين ذاك اللي اخو هانادا صديقه ما ادري كومي اي كومي على اللي زيرو هو زيرو على ذي كلهم المعظمين يجتمعون على اكاي على ذي الناس الاذكياء يجتمعون كذا سيري وامها وكذا عشان يسوون كذا كا ما ها ما ها حق المنظمات ويدمجونها يعني يسوون لها جي والله كنا نتكلم عنه ما راح نخلص حلو 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 كنا حلو كنا ان شاء الله انا ناوي والله ناوي اتابع مره ثانيه طيب عطنا افضل حلقات شفتها بس انا والله في كثير هالسنه كثير والله يا اخي كذا اقربها حلقه بوكن هيرو في عندك توكي ريفنجر في عندك كينجدوم في حلقه كانت رهيبه في انميات بعد راحت قبل مواسم بس حاليا ما تحضرني لكن فنيتس الشباب ما راح نكمله لا فنيتس ولا سيري جونكسي خلاص كلهم هذا انت سويت حركه شوف شو قاعد يقول ايه يقول لك كنت بقول لك يا ابو خليل ابي صوره الراشد وهو مقرع عشان افاتار تويتر
بس ذكرت هو اقرا هذا بخيت الحقير انا عارف هو حط صورتي حسبي الله عليه وانا قرع ما عليه بخيت فعل حسابك بعدين ان شاء الله تسمحون اقرا مانجا بروت ولا لا انا عن نفسي اقول لك تابع الانمي لا تشوف المانجا انا هم اقول لك تابع الانمي انا اشوف تابع الانمي افضل جيجيتسو نستنى جيجيتسو كان هذا السنة اي بدات سنه صح كان في حلقه انا انصحكم بانمي الصراحه ما اخذ زخم عالي God of High School. God of High School فيه قتالات رهيبة ونفس مخرج جوجوتسو كايزن ونفس استوديو أتاكوتات جوجوتسو كايزن هو مابا. God of High School أنمي روعة شكل مو طبيعي. طيب. في كل شيء كل شيء تبي. في سؤال هنا يقول جماعة سؤال ليش الطاقم ما يقرأ الشات ويقرأ بس الدعم خلنا أقول لك عشان مهمة. لما أكون أنا في بث بالحالي كذا مثلا أنا وراشد فقط مثلا أو أنا بالحالي هنا أقدر أخذ أسئلة كبيرة وبكل سهولة بكل أريحية ليش؟ لأن أنت تسمع رأي أنا أو رأي راشد فقط بس لما يكون فيه خمسة ستة أو سبعة وكل واحد بيقول رأيه ما أقدر أخذ وكل واحد يبي الأنمي حقه ما أقدر أخذ كل الأسئلة مثل ذا الوقت شفنا الحين ترى قريت سؤال قاعد أقرأ أسئلة من الشات حتى الدعم ما قرأت منه شيء قاعد أقرأ من الشات وركز على الشات ليش لأن إحنا عددنا قليل نقدر نأخذ أسئلة أكبر ممكن من ال الشات يعني أقدر أخذ منك في اليوتيوب أقدر أخذ منك حتى في التويتش حاليا ليش لأن العدد الحين قليل ما في أنا رايح بس لما يكون في خمس ستة سبعة وأنا بقرأ سؤال واحد زين ما يمدي وبيجمع لي خمس ستة سبعة صعبة صعب إن أخذ كل الشات كان سؤال محل شك في نقاش إن في حرق أو شيء زي كذا ف لهذا السبب بس الحين شوف هذا الحين والله قاعد اخذ نقرا اليوتيوب والتويتش والتويتش اي هذا راح تسوون انطباع الانمي نهايه البلاتين ما اعرفه والله نهايه البلاتين ما اعرفه صاحبي ايش ممكن ليش لا ابو خلي ايش رايك تتابع مانجا طوكيو غول بدل ما بعد الخاص كايجي نوب اقول لك مين اقوى استا ولا يونو استا اقوى ارحبوا يلا نتحيي هلا سهلا طيب ليش ما بتابع طوكيو لا طوكيو الجيتسو انا مستمتع فيهم في الانمي حتى دراغون بول ترى سبب خليني اتابع المانجا حقتها ان لحد الحين ما قالوا شيء عن العمل ولا في عمل ولا في خبر فبدخل المانجا فقط ليس الا تنصحني في انمي جوجو ما شفته بس كثير يمدحونه ف انا انصحك رغم ان انا الا ما بعده كامله لكن انا انصحك فيه لا سؤال ممكن متى تبدا ممكن نشوف يا يوسف تصنيف شريحه من الحياه ليش لا ممكن يوم اليوم اشطح واشوف لك انمي زي كذا ليش لا عافيك ترى شو اسمه بوكو هيرو اكاديمي يعتبر شريحه من الحياه الحياه المدرسيه تعتبر شريحه من الحياه طيب انت طبعا باش بينزل على انستغرام نعم بنرفع ان شاء الله بعد كفو معكم اجل ببث بخش مانجا دراغون بول حياك حياك جوجو يقول لك مجنون انصحكم تتابعون مانجا جيتسو ما راح نشوفه راح نستنى انمي ان شاء الله ممكن بعض الشباب يدخلون انا ما راح ادخلها راح نسوي لايف ريكشن مانجا بروتو ذا الشهر والله اذا امداني ان شاء الله بخليل بلش انمي اوفرلورد وسوي انطباعات عنه والله يبيله يبيله يا صاحبي صعب لك وش رايكم باجي صوت فيجيتا وهيجي فخم فخم انا نفسي اشوفه فخم فخم جدا بس فخم طيب بناخذ اخر سؤالين واحد من اثنين من اليوتيوب واثنين من تويتش بعدها بتكلم عن كايجي بشيء بسيط بعدها بنقفل ان شاء الله وش افضل دراغون بول سوبر او زد كل واحد مختلف عن الثاني بس انا شخصيا كقصه دراغون بول زد افضل بس كقتالات وزي كذا لا سوبر افضل هذا وجهه نظر شخصيه يعني طيب يقول لك ما افضل ثلاث انميات بالتصنيف دموي كوميديا الدموي بالحاله والكوميديا بالحاله ولا دموي والكوميديا نفسها دموي كوميديا دموي انا اللي شايفهم انا اللي انا شايفهم عندك اللي هو ايش اسمه هيلسينك دموي هو كاسلفينيا كاسلفينيا وفي عندك برضو حتى اللي هو بيرزك بس انه الرسم حقه سيء ولا بيرزك دموي عندك ايش اسمه بعد اللي توه نازل ذا ويتشر فيلم ذا ويتشر ايه هذا كوميديا بالنسبه لي انا جي تي اور رقم واحد ما فيها كلام دوره هيدرو دموي صح اي دوره هيدرو دموي حلو حلو يستحق دوره هيدرو طيب عندك انميات كوميدية تقولها كوميديا. انا عندي والله صراحه ايبو ما ادري يحسب كوميدي ولا لا بس هو صراحه في كوميديا اهو رياضي كوميدي يضحكني والله وبرضه جي تي اور درامي عندكم كذبتك في ابريل
عندك إيريز في شيء اسمه إيريز حلو حلو جدا. اللي يسأل تبع ذا ويتشرز إحنا سوينا عن انطباع ثلاث حلقات أربع حلقات عنه صح؟ نعم ذا ويتشرز سوينا مرتين لايف وحلقتين عادية. واحدة حلقة عادية محمد سواها في اليوتيوب وثنتين نقاش سويناها على تويتش وعلى اليوتيوب. وش رأيك في انمي جنتكي أو جنتما؟ ما شفته والله بس اللي شافوه كلهم يمدحونه وأكثر مطبل عندنا له عبد الجليل. أشوفه أفضل شخصية عند عبد الجليل جنتكي من جنتما. آخر سؤال من تويتش، أبي انمي يكون زي أو من البداية والنهاية يكون جميل. هذا قلت لك مساعة عندك شو اسمه داروينز جيم صغير كحلقات قصيرة 11 حلقة و 12 حلقة ومن بداية النهاية حماس. هو يعتبر إيسيكاي في عالم الواقع. حلو انت شفته شفناه لايف، احنا كنا نسوي له لايف. متى موسم قاتل الشياطين؟ في 2022 اعلنوا قاتل الشياطين بيكون على جزئين في اكتوبر في يناير. راح نكتب على قدر من الاسئله المنوعه لاني والله منتهي يا شباب فبتكلم بس قليلا. اجل انا استاذن عنك يا جي حبيبي الله تكرم ما قصر. اذا عندك تضبط لي الكاميرا كلك من الشاكرين حبيبي تسلم. راح اتكلم عن كايجي بدون اخذ اسئله يا شباب، بس بتكلم انا عن الانمي. ايوه فور بعد ممتاز سو زوم ان اكس. ايوه بس ممتاز طيب شكرا. طيب راح اتكلم عن انمي كايجي. اوكي 9 حلقات الاولى ما راح اقرا شيء من الكومنت لانه خايف احد يحرق ولا يخرب ولا يقول لي حاجه. ف اول شيء هل انمي كايجي وش تصنيف انمي كايجي؟ انمي كايجي شوف تصنيف غموض صح يا شباب؟ اتوقع انه غموض غموض غبنة اثاره تشويق كذا. هذا 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 تصنيف كايجي اذا ماني غلطان او غموض نفسي. نعم هذا بالنسبه للتصنيف. كم جزء؟ هو جزئين اذا ماني غلطان، في جزء ثالث قال انها قصه مختلفه تماما. الحلقه يعني الاولى بدايتها انت اول ما تدخل وات وش شنو وكذا ما ادري ايش ما تشدك ما تحمسك كثير. لكن بشكل عام على نهايه الحلقه الاولى من اول ما يصعدون على السفينه اللي اسمها اسبو او سباوا او اسبو، هنا تبدا الاحداث تولع وتستجن وتوصل مرحله خطره جدا في انمي كايجي. انا وصل للحلقه التاسعه تقريبا. اول كان يقولون انه مراهنه شفته في البدايه كان يلعب ورقه، فكنت اتوقع انه بيكون مراهنه زي يعني اللي يلعبون قمار هذا اللي يلعبون دي حقت ذا. ابدا ما جت على بالي فكره اللي ورقه حجره مقص، وكانت سبوار وكانت حركه مره قويه ورهيبه جدا. القوانين اللي حطوها يعني مره مجنونه، وقاعد يعني تظهر أسوأ ما في البشر، يعني كيف ان كل واحد ممكن يضحي بالناس الثانيه عشان ينجحون عشان يوصل. ان انا ممكن اقدر في اي واحد، يعني هذا المتعه اللي قاعد يحصلونها ما كنت اتكلم عنها في اخر حلقه التاسعه. كايجي برضو يعني صراحه شخصيته يعني كنت قهرني في البدايه حاقد عليه، لكن النهايه كان مره رهيب وعجبني انه ما استسلم مثل البقيه ولا تخلى، وراح حتى انقذ ذاك اللي موجود وريح قلبي طيب خاطري من اخذ النجوم. طبعا لسه كان ودي انه يمسكهم كذا، يمسك كل واحد يركب وتد في يده ويعلقهم كذا، لكن عوافي الامور طيب. يعني اللي سواه يعتبر برضه حلو، انه اخذ النجوم من ذوق طز في الفلوس وطز في كل حاجه، وجاب واحد شايب فوق كذا مبسوط يقول هذا شخص مثير للاهتمام. الله يكسر قرنه. يعني 9 حلقات بس، انا اشوف لو اشوف الحلقات بس لين هنا اوقف اقول عمل بالحاله اسطوري ويكفي، ما بالك لسه باقي لنا يعني الجزء على ما يخلص وباقي لنا الجزء الثاني بعده نتابعه. ف الانمي صراحه جميل جدا جدا جدا، ماني بسوداوي يا شباب، العكس انا مبسوط جدا على انه قاعد يقاتل السوداويه. الرجال قاعد يقاتل الوحشيه والوساخه اللي عند البشر هذه، اللي يعني كل واحد يقول نفسي واللي يهمه نفسه ما يهمه غيره. فعجبني هذا الشيء في كايجي، عجبني هذا الشيء مع انه كان مغبون يعني داخلي
على هالدب ذا بنطلعت الله يكسر قرنه شو اسمه أودا أودا أكسر قرنه أقسم بالله لو عند سبدي ودي إني أمسكه وأشقه كذا بالذا متى بكمل لما أرجع من الرياض أوكي قلت إني بروح الرياض متى بكمل لما أرجع من سفرتي أوكي ما في شيء يسوي كنترول زد شباب تراجع هي صراحة سفرة شغل ف... بخلصها برجع إن شاء الله أسرع وقت أوكي دفهم حي... تبن والله استغربت معليش انتم كرامه معليش سامحوني بس والله غبني يا غبني غبنا واصخ كان يصيح ويبتبتش بعدين الكلب استغربت طيب او قطع ان شاء الله انكم ما سمعتوا وين بروح ان شاء الله انكم ما سمعتوا وين بروح قالوا لي انكم ما سمعتوا وين بروح عشان اقصر في المونتاج شكله استجاب لي احنا منكم سمع من بروح شباب او رجع الحين مره ثانيه المفروض نرجع بس فيك واحد سمع انا بطفي البث خلاص انتهيت بس في احد وين 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 قلت بروح يلا يلا اللي قاعد يقول لي سمعنا وين بروح قل لي يلا اوكي قل لي عادي عادي خلي كل اللي يعرف ما عندي مشكله علق بالتويتش بس اوكي يوتيوب احسن ما حد جاب شكلكم شكله قطع في الوقت اللي انا قلت وين بروح صح حلو حلو بقفل خلاص بقفل الله يفلح ما حد سمع اذا سمعت قل وين بروح اكتب انا سامحك قول قول في الشات وين بروح وين قلت بروح والله هي قطعه زينه اقسم بالله اول مره انبسط اني قطع يا قلبي بتروح الجيم ان شاء الله اكيد والله فله اقسم بالله فله بحذفهم التويتش التويتش اذا قطع ما يطلع لا اليوتيوب بنزله بعد ما قص وين بروح انا سمعت في اليوتيوب وين قل قل وين وين قلت بروح الله يخليك خليل وضحكتك يا حبيبي الله يسعدك يا رب لكن شخصية تدبرها ما خلاص خلاص شباب انا عيوني بدأت تقفل تعبان ترى شوفوا يا جماعة انا الامانة يعني تعرفون اني اتم معكم ثلاث ساعات اكثر واقل يعني مو بهذا الوقت اللي انا اتم فيه في منزلة الانمي لكن والله اني تعبان اليوم و وتعرفوني والله العظيم اني استمتع بالجلسة معكم خصوصا كذا لما اكون في الاخير بالحالي وياكم والله متعة متعة اني اقعد اسولف واخذ واعطي اسئلتكم وزي كذا بالنسبة لي متعة ودي اني اقعد وياكم اكثر بس هذا قاعد يعلق وانا فيني النوم وبكرة وراي سفرة ولسه ما تعشيت ف سامحوني لو تأخرت على يعني ما قلت اخذ اسئلتكم الباقية اللي قدرنا اخذ اسئلتهم اتمنى انكم استمتعتوا معنا واللي ما قدرت عاد اخذها سامحوني تحملوني وبشر الأسبوع الجاي إن شاء الله نقدر عوضكم بإذن الله ونستمتع معكم أكثر وأكثر في البثوث القادمة كذا نكون وصلنا للنهاية أتمنى أنكم استمتعتم معنا وأشكر المشرفين على حضورهم في اليوتيوب وفي التويتش أشكر أيضا المنتجين اللي قاعد يشتغلون معنا في فريق المونتاج ويقدم لكم حلقات اللي نصورها أول بأول والفريق المصممين الذي يتعبون يسوون معنا التصاميم أول بأول جميعكم شكرا لكم شكرا لجمهورنا على حضورهم هذا البث سواء في اليوتيوب أو في التويتش وسامحونا لما قدرنا أخذ أسئلتهم وفي النهاية يقولوا معي سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا تنسوا اشتراك اللايك الشير وشكم يا رب وأنتم بأتم صحة وعافية ووفاء في خير ثاني